بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا حلقتنا بتبقى عباره عن نصين، النص الاول مجموعه من الاخبار والحقيقه ما اكثرها عندنا منافسات كتير جدا جدا لالعابنا الاخرى، هنطلع حضراتكم على احدثها واهمها. عندنا النص الثاني فقره حواريه، فقرتنا الحواريه النهارده متقسمه نصفين، احنا هنخرج النهارده بره الصندوق شويه، احنا هيكون حلقتنا او جزء الحواري هيكون يخص الجزء الاول هيكون يخص الريشه الطائره. الحقيقه الريشه الطائره من الالعاب اللي يعني شهدت طفره داخل مصر الفتره اللي فاتت، حصل اهتمام كبير من الاتحاد وحصل رعايه من الوزاره كمان للاتحاد، استطاع انه ينتشر، اللعبه انتشرت، حققنا بعض الانجازات الفتره اللي فاتت. رحنا اولمبياد طوكيو 2020، ان شاء الله نتاهل اولمبياد باريس، يعني اللعبه ماشيه على الطريق الصحيح. الاتحاد الدولي للريشه الطائره شاف مصر الحقيقه باذله مجهود كبير جدا وبتتطور اللعبه فيها بشكل يعني مضطرد، ف والاتحاد الافريقي طبعا بالوضع الطبيعي حاسس بده. فهنستضيف النهارده اثنين ماسكين ملف التطوير لهذه اللعبه، مش بس جوه مصر، لا ازاي مصر تبقى هب او تبقى مركز لتطوير اللعبه وانتشارها في الميدل ايست وافريقيا. طيب هيكون معانا مين؟ هيكون معانا جعفر ابراهيم. جعفر ابراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشه، وبالمناسبه هو شقيق من البحرين، من دوله البحرين. جعفر ابراهيم هيكون معانا النهارده، وهيكون معانا كمان الدكتور احمد رضا مسؤول التطوير بالاتحاد الافريقي للريشه. هنتكلم معاهم ونشوف ايه البلان اللي محطوطه لتطوير الريشه الطائره في مصر، وازاي نقدر نوصل بانتشار يعني يمكن لنا من قاعده كبيره بيها نقدر ننافس، ومش بس ازاي، وازاي مصر يعني نقدر نستغل امكانياتها في ان هي تقود عمليه التطوير لهذه اللعبه. ده هيبقى النصف الاول من فقرتنا الحواريه. النصف الثاني معانا قصه بطل الحقيقه، بس البطل ده مش اخد ميداليه، ما خدش ميداليه اولمبيه، ما خدش ميداليه محليه، ما خدش ذهب، بس خد ذهب في حاجه اصعب من كل دول. معانا بطل في التنس الارضي، هقول لكم اسمه في الاخر، بطل في التنس الارضي وكان نجم كبير الحقيقه، وفي عز ما هو يعني منشغل بلعبته وبزاي يطور نفسه اصيب الحقيقه بالمرض العين بالسرطان، وكان مفاجاه ليه ولعيلته ولكل اللي حواليه، واستطاع انه بايمانه بالله سبحانه وتعالى وبتمسكه يعني بالحياه وتمسكه كمان بالامل انه يهزم هذا المرض العنيد وان هو يشفي منه الحمد لله رب العالمين. مش كده بس، ويقود حمله كبيره مش على مستوى مصر، ده على مستوى دول كثيره لبث الامل في المرضى بهذا المرض اللعين اللي اتمنى لهم كل الشفاء سواء جوه مصر او بره مصر. معانا النهارده انور الكموني. انور ده بطل حقيقي، بطل مش بس ليه بطوله في الالعاب، او يعني احنا طبعا كل ابطالنا بيبقوا ابطال في رياضاتهم، ولكن النهارده ده بطل سبيشال، بطل مميز، بطل هزم منافس الحقيقه شرس جدا جدا جدا. انور الكموني هيكون معانا، هنتكلم عن رحلته الرياضيه ورحلته في هزيمه هذا المرض، وازاي هو حامل الرساله النهارده يقدر بيها يبث الامل في نفوس وقلوب كل من هاجمهم هذا المرض اللعين. نبتدي باخبارنا، هنبتدي بكره اليد. زي ما حضراتكم عارفين احنا الرجال ماشيين بشكل كويس، شاركنا في 3 بطولات، منها واحده وديه واثنين رسميه. بنلعب دلوقتي او دوري السوبر، طبعا بيقود الفريق مستر ديفيد ديفيز. لعبنا عدد من المباريات، كان اخرهم نادي طلائع الجيش، وبالمناسبه نادي طلائع الجيش من توب 6 او توب 4 كمان من الفرق في مصر. انتهت الحمد لله بفوز كبير للنادي الاهلي 28-25، وبالمناسبه المباراه اتلعبت على اتحاد الصاله، اتحاد الشرطه الرياضي اللي حضراتكم شايفين الصور دي منها. طيب بتتلعب هناك ليه؟ ده ملعبنا على فكره، ده ملعبنا، بس احنا عشان عندنا اصلاحات في الملعب فاحنا اضطرينا نروح على ملعب بديل قريب من النادي الاهلي وهو اتحاد الشرطه الرياضي. بالمناسبه الصاله بقت حلوه جدا، تحصل فيها تطورات وصيانه بشكل جيد جدا. طيب فرقتنا بعد الماتش ده في قمه الترتيب العام برصيد 39 نقطه جمعناهم من الفوز في كل ماتشاتنا اللي فاتت. فرقتنا هتلعب الماتش اللي جاي مع فريق الطيران باذن الله، واللي هيكون يوم الجمعه اللي جاي، وبعد ماتش الطيران هيكون فاضل لنا ماتش واحد قدام الزمالك، هيكون يوم الثلاث اللي جاي باذن الله، وده هيكون اخر ماتش في الدور التمهيدي. مهم جدا نفوز بالمباراتين الجايين
عشان نختم الدور ده واحنا يعني زي ما بيقولوا كده بلغه الكره راكبين الدوري. كل توفيق لكره اليد، الفرقه قافله على نفسها شغاله كويس، في استقرار اداري وفني، في استقرار للاعبين. نتمنى ان شاء الله تتوج ده بالحفاظ على لقبي الدوري والكاس. وبالمناسبه مش هتكون المنافسه سهله، دايما البطل كل الفرق بتبقى عايزه تكسبه، وده يعني طموح مشروع. الوصول للقمه سهل، بس عشان تحافظ عليه كذا سنه ورا بعض الموضوع صعب، محتاج مجهود وجهد اكتر من المره الاولى اللي انت حصلت فيها على اول جمع في البطولتين. عايز مجهود قاسي ومضني، وفريق كره اليد عارف كده ومتعطش للبطولات، وعارف قد ايه هو مطالب منه من جماهير النادي الاهلي انه يفضل دايما متعطش لهذه البطولات. دايما النادي الاهلي بيدور على المركز الاول. هنروح لكرة السلة. تابعنا امبارح مباراة الاهلي والاتحاد على شاشة قناة النادي الاهلي. النادي الاهلي فاز في المرتبط، راح على الكبار. المباراة كانت ماشية في الاول يعني حبة فوق حبة تحت، لغاية ما وصلنا في الثالث والرابع في تفوق لنادي الاتحاد. نادي الاهلي اقل الفرق شوية، ولكن انتهت المباراة بفوز نادي الاتحاد في المباراة الاولى. طب الموقف ايه؟ خلينا اشرح لحضراتكم الموقف. احنا فزنا المرتبط وخسرنا الكبار. هنروح ان شاء الله بكرة بنسبة كبيرة ان شاء الله المرتبط هيكسب. طب ليه الثقه دي يا كابتن بتقول كده؟ لانه الحقيقه هي بالورق والقلم والامكانيات. لا، المرتبط بتاعنا مع كل الاحترام طبعا، فريق المرتبط بتاع الاتحاد الاسكندري فرقه كويسه جدا جدا جدا، بس احنا بنتكلم فنيا مع كل الاحترام يعني. فانت لو رحت حتى لمباراه الكبار فانت محتاج تفوز كده كده، محتاج تفوز. فمباراه بكره مباراه مهمه جدا، مباراه مطالب فيها اللعيبه بالتركيز. طيب اللعيبه مطالبه بالتركيز من اول ثانيه. نادي الاتحاد السنه دي شكله مختلف دفاعيا، شكله مختلف. النهارده فرقه الاهلي مطالبه بالتركيز، كل كوره ذهب، ما ينفعش الكوره تبقى يعني لازم الكوره تبقى عزيزه، لازم نقلل شويه من المس باس او الكور التاتا بونت. امبارح شايتين 39 تاتا بونت، رقم كبير جدا. لازم نغير الاستراتيجيه بتاعتنا، لازم نفكر في اللعب انسايد اكتر يعني. طيب هنروح بقى للنقطة المهمة، الحكام. احنا اتكلمنا امبارح، الحكام امبارح للأسف ما كانوش موفقين بالمرة، ما كانوش موفقين بالمرة، وشفنا قرارات غريبة جدا جدا. أول ما المباراة بيبقى فيها ضغط بتلاقي سيل من الصفارات، وللأسف السيل ده بيبقى 80% منه على نادي الأهلي، ما تفهمش ليه. طيب حاجة تانية، امبارح لازم الحكام تشوف حل في ديفنس يوسف شوشة. كابتن يوسف شوشة لاعب الفريق ولاعب منتخب مصر، اللي يعني كل الناس شايفه دفاعه على إيهاب أمين، هما الاثنين زمان منتخب، ولكن بيبقى فيه شعره كده منافسه، ولكن ما ينفعش ال 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 التعمد او ال او ال او المبالغه في ال في ال في ال في, ال في الاجريسيف. فبكره الحكام مطالبه، وانا بقول الكلام ده مطالبه، تاخد حل في السيميوليشن وتشوف حل في دفاع يوسف شوشة على إيهاب أمين، وبشكل عام دفاع الفريق اللي فيه بيكون أوقات كتيرة تجاوز يعني فني. فلازم الحكام بكرة تبقى موفقة، لأن الماتش كل ما هيزيد فنياته كل ده مطالب منهم إن هم يكونوا أكتر كفاءة. أنا ما بقولش تاني إن الحكام هم السبب 100% من الخسارة. فرقتنا ما كانتش موفقة في حاجات كتير، ولكن الحكام كان ليهم دور كبير في الأداء اللي احنا شفناه امبارح. لازم يكون فيه، ما هو ده اللي بيخلي في الاخر الاهلي يطلب حكام اجانب. ما هو يا جماعه النهارده انا لو انا مطمن كده في السوبر، النادي الاهلي ماتشاته اللي كانت مع الاتحاد والبطولات اللي خسرها كانت حكام مصريين. انا ما بقولش حاجه، مش قصدي ان الحكام متعمدين ده، انا قصدي ان الحكام لما بيتحطوا تحت ضغط الحكام المصريين بيبقى عندنا مشكله. فطبعا احنا محتاجين الحكام، محتاجين الحكام تركز اكتر، محتاجين الحكام تركز اكتر ويكون في استعداد للجيم. مش عيب ان انت تشوف الماتش اللي حصل وتشوف الضرب، تشوف الزق، تشوف اللي بيعمله اي نادي حتى النادي الاهلي، عشان نقلل الاخطاء اللي احنا حصلت معانا في التحكيم الماتش اللي فات. طيب الحاجه الثانيه، بكره عندنا حاجه مهمه هتحصل. مستر اجوستي بوش هيبقى واقف على الخط 100%. مستر اجوستي بوش وهو في المدرجات موضوع، وان هو في الملعب موضوع، ده لا يقل ابدا من الكابتن احمد الجرحي. كابتن احمد الجرحي قاد الفرقه باقتدار الماتش الزمالك النص الاولاني وماتش الثاني وماتش الاتحاد، في توفيق او عدم توفيق. طب ما يعني في اوقات كتيره جدا كانت النادي الاتحاد جيم 1 يعني خسرنا
جيم 1 وبشكل كبير، وخسرنا في ماتش السوبر وكان مستر اجوستي واقف، وضع طبيعي جدا مفيش مشكله، محمد الجارحي ادى اللي عليه، ولكن الاستقرار الفني بكره ان شاء الله هيكون موجود معانا مستر اجوستي بوش، فدي برضو حاجه هتفيدنا جدا. طيب هيستمر غياب اثنين، هيستمر غياب سيف سمير وعزب، طبعا الاثنين فارقين معانا، الاثنين فارقين معانا. طب هل في يعني الفرقه متضرره بغيابهم؟ اكيد، بس عندنا البنش اللي يتحمل الغيابات دي. سيف سمير سنتر مهم جدا، امبارح لو ما كانش كيجو موفق بالشكل ده كان ممكن سيف سمير ينزل يبقى موفق، كان بيديلك حلول. المحترف بتاعنا يعني ما كانش امبارح قد كده، ولكن عيسى، ولكن في الماتش اللي قبله كان كويس، فبكره نتمنى ان احنا نشوفه بشكل جيد، نتمنى نشوفه باداء احسن من كده. طيب ايه المطالب من اللاعبين؟ المطالب من اللاعبين الهدوء، الهدوء والاستابيليتي. انا هم لعيبه كبار مش محتاجين منا نقول كده، لا يعني هم عارفين الكلام ده كله، محتاجين هدوء، محتاجين تركيز مع الملعب اكتر، حتى لو شفت ايه من الحكم المفروض ما نروحش في سكه الاعتراض مع الحكم، ما نروحش في السكه دي، لان الموضوع ده مش يعني حتى لو الحكام ليهم اخطائهم، تركيزي في الملعب افكر في اللعبه اللي بعديها، افكر في اللعبه اللي بعديها، الاعتراض مش هيكون اكيد مش هيدي لك حقك اللي انت متخيله، الصفاره طلعت، بس ركز في الملعب اكتر. طيب ربنا معاهم بكره، وان شاء الله هنغطي وهنحتفل معاهم بكره باذن الله، والماتش هيتذاع بكره على شاشه قناه النادي الاهلي، الاستوديو التحليلي هيكون الساعه 7:30، المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 8 ومباراه المرتبط قبليها باذن الله. طبعا الخبر اللي كان مهم في اليومين اللي فاتوا، سيدات الاهلي فزنا بالسوبر المصري من نادي الجزيره، وفزنا الحمد لله فرق كبير 72-43، كان مهم البطوله دي جدا عشان دي كان جايه بعد اخفاق بطوله دوري المرتبط، كان مهم استعاده الثقه، كان مهم جدا الفرقه تحاول بشكل او باخر ان هي تستعيد الثقه، واحنا توقعنا ده، قلنا السنه دي الموسم ده مش موسم سهل بمكان، سبورتنج اقوى، فرقتنا مجهده نتيجه 3-3 منتخب مصر وي 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 الخ، فالموضوع مش هيكون سهل. كان مهم جدا الفوز، فرقتنا واخده راحه، محتاجين الراحه البنات، بعد الراحه هنخش بقى على المفرمه بتاعه السوبر وماتشات الذهاب والاياب، هيبقى في ماتشات قويه محتاجين تركيز فيها. طيب الفرقه قدام الجزيره ادت ماتش كويس، احنا هنا لازم نقول للجزيره او شابو للجزيره، بيلعبوا لاخر ثانيه في الماتش، بيلعبوا بكل قوه عايزين يكسبوا، فريق محترم، مش معنى النتيجه كبيره ان فريق يقل منه فنيا، لا خالص، فريق قوي، بدليل انه النهارده بيلعب الطرف الثاني في السوبر. ميرال اشرف يا جماعه عملت مباراه جامده جدا، يعني يمكن ميرال استاتا بونت بتاعتها الثانيه دي، ميرال عملت مباراه قويه جدا، اللعيبه دي يا جماعه بجد في منتهى منتهى الجديه في ادائها، منتهى الالتزام، دايما احنا دايما لازم ندي حق ميرال اشرف، يعني بكلمكم بامانه، وجندي مجهول ما بيتكلمش، يلعب يلعب، ما يلعبش يلعبش، ينزل تطلع تشوط، فبقول لكم بامانه ميرال اشرف يعني احنا من هنا بنوجه لها كل التحيه مع كل اللاعبات، طبعا ما فيش كلام، اللاعبات كلها كانوا كويسين، بس احنا ميرال اشرف بنديها حقها، لان هي الصراحه ادت مباراه كويسه، وطول عمرها او من اول من ضمامها من النادي الاهلي قادمه من نادي الشمس، وهي باداء نفسي وفني ثابت. كل التوفيق لكابتن طارق خيري المدير الفني واللاعبات في دوري السوبر المصري ان شاء الله. خلينا نروح للكره الطائره رجال، لعبوا تاني ماتش مع بتروجيت، الحمد لله استطعنا ان احنا نفوز، وبالمناسبه المباراه دي اتلعبت على صاله اتحاد الشرطه الرياضي كمان، ده ملعبنا خلاص بقى زي ما قلت لحضراتكم، وخلاص الموضوع خلاص انتهى، يمكن من الاسبوع اللي جاي او بالكثير يعني الاسبوع اللي بعده هيبتدي الفرق ترجع تلعب تاني على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وماتش بتروجيت الكره الطائره رجال اتلعب ايضا في صاله اتحاد الشرطه الرياضي، وانتهت بالثلاث اشواط 3-0، طبعا انتهت بنتيجه كويسه 25-19 25-22 25-16، نادي بتروجيت من الانديه الكبيره في الدوري، نادي بتروجيت الانديه الكبيره في الدوري. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا في المجموعه اللي فيها المقاولين العرب ودلفي وبتروجيت والترسانه والشمس، ماتشنا الاول كان مع المقاولين العرب، في المقاولين العرب استطعنا ان احنا نفوز بفضل الله. طيب انت عارفين طبعا معلومه صغيره كده، انه اللي بيقود فريق النادي الاهلي فرناندو مونزو المدير الفني الاسباني، دي صورته، دي صوره المدير الفني الاسباني، لسه انتوا برضو عشان ماتشات ما اتذاعتش بشكل كبير عشان لسه الدوري بادئ، فانتوا لسه ما تعرفتوش عليه قوي. طيب بالمناسبه مين بيمرن بتروجيت؟ مدربنا الاسطوره السابق كابتن محمد مصلح حميدو، طبعا اسطوره، واسطوره عمل التاريخ كبير جدا للنادي الاهلي، سواء لاعب
او سواء مدير فني او مدرب عام، محمد مصالحي او كابتن محمد مصالحي الاسطوره حبيب الكل كان هو او هو اللي بيمرن بتروجيت دلوقتي، والحقيقه بالشكل حضراتكم شايفينه عمل ماتش جيد كمان مع النادي الاهلي 25 19 25 22 25 16. كل التوفيق طبعا لابن النادي الاهلي كابتن محمد مصالحي ميدو في مهمته مع بتروجيت، ادى اللي عليه وفى بطولات مكسب، ان شاء الله ربنا يكرمه في القادم باذن الله. هنروح لكره الطايره سيدات، كان عندنا مباراه مع الواي. السله الطايره سيدات سابقه شويه الرجال بثلاث اربع ماتشات، الحمد لله ماشيين بشكل جيد بنكسب كل ماتشاتنا. الحلقه اللي فاتت كان معانا طبعا اللعيبه المحترفه من الجبل الاسود، وكلمنا معاها وشفنا ازاي بيتم اختيار اللاعبين او المحترفين جوه النادي الاهلي. فزنا في ماتش الواي 25-5 25-8 و25-15. مباراة اتلعبت على صالة الشهداء، ليه صالة الشهداء؟ مش محتاجين نطلع بره لان الصالة ما فيهاش تجديدات ولا فيها اي اصلاحات، فاتلعبت على صالة الشهداء في النادي الاهلي. طب نتيجة الاصوات جت ازاي؟ 25-5 25-8 و25-15. الفوز ده هو الرابع لفريقنا بعد الفوز على اصحاب الجياد ووادي دجلة ودلفي كلهم بنتيجة 3-0، وبعدهم الشمس بنتيجه 3-1، والواي ده اخر ماتش. اما اول ماتش فكان تم تاجيله بسبب مشاركه لاعبات نادي الصيد في بطوله العالم للكره الطائره الشاطئيه تحت 21 سنه. فرقتنا هتلعب الماتش اللي جاي يوم الجمعه باذن الله مع نادي الاتحاد السكندري على صاله الشهداء باهلي الجزيره، مباراه قويه، مهم جدا فرقتنا تاكد الصداره، ولكن كل ده طبعا مهم، كل ده تدريب، كل ده اعداد، ولكن خلينا نتكلم بكل امانه، جد هيبقى مع نادي الزمالك في البلاي اوف، مهم جدا نوصل للمرحلة دي واحنا واقفين على رجلينا وعندنا بدايل وجاهزين. كل ده مهم طبعا، مهم، ولكن النهائيات والبلاي اوف هي اللي بتحسم البطولات. هنروح لنجمة التنس الارضي ميار شريف، وبتلعب في بطولة فالنسيا المفتوحة ووصلت لثمن نهائي البطولة. ميار صادفها هذا الموسم بعض عدم التوفيق وسوء الحظ، ولكن طبعا وصولها لثمن نهائي بطولة فالنسيا المفتوحة دي حاجة جيدة. ميار شريف لاعبه منتخبنا الوطني ونجمه النادي الاهلي للتنس الارضي تاهلت لدور 16 في بطوله فالنسيا المفتوحه، واللي هتتلعب في اسبانيا في الفتره من 19 لحد 27 نوفمبر اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها 100,000 دولار. ميار كانت كسبت لاعبه سويسرا والمصنفه رقم 220 على العالم في دور 16 بنتيجه 2-0، وجات نتائج الاشواط كالتالي 7-5 6-3 في ماتش استمر لساعتين الا خمس دقائق، ودي فتره طويله 115 دقيقه بالظبط. ميار هتستنى في دور 16 كسبانة من بطلة مقدونيا وبطلة صربيا، ماتش جامد. كل التوفيق لميار وإن شاء الله مزيد من التقدم في الرانك العالمي. هي دلوقتي بتحتل المركز 59 عالميا، وده رقم كويس، بس احنا عايزينها تخش في التوب 50 توب 30. يعني أنس جابر لاعبتنا التونسية إن شاء الله ميار مش أقل منها، يعني بإذن الله توصل لتصنيف، يعني لتصنيف زي أنس. أنس وصلت يعني وصفت التصنيف العالمي، إن شاء الله ميار بمجهودها والتخطيط السليم للبطولات توصل لترتيب أحسن من كده إن شاء الله. هنروح لخبر محلي كده، خلاص خلصنا أخبارنا جوه النادي الأهلي، هنروح لأخبارنا المحلية. قرعة كرة اليد زي ما قلت لحضراتكم كانت هتبتدي من 19 وتخلص 29 يناير. كرة بطولة أفريقيا كرة اليد القرعة بتاعتها زي ما قلنا لحضراتكم الحلقه اللي فاتت هتبتدي يوم 19 يناير تخلص 29 يناير. تم تعديل الموعد خلوه 17 يناير تخلص 27 يناير، يعني عملوا شيفت بدري يومين. ده طبعا كان الهدف منه عشان تعارض مع مباريات كره القدم والحاجات دي وبتاع، بحيث انه يدي للبطوله زخم، وده مش عيب، انت عايز الجمهور يحضر فما تخيروش من كره القدم ولعبه ثانيه عشان يجي لك اقبال جماهيري كويس. خلينا افكر حضراتكم بالمجموعات، ومصر وقعت في انهي مجموعه؟ المجموعة الأولى كاب فيرتا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا. المجموعة الثانية مصر غينيا الكاميرون كونغو برازافيل. المجموعة الثالثة المغرب الجزائر الجابون ليبيا. المجموعة الرابعة تونس أنجولا نيجيريا كينيا. والغالب كده بالتحليل اللي احنا كنا قلناه قبل من حلقتين إنه مصر في سكتها تونس في قبل النهائي، هي جت القرعة كده. طيب أصحاب المراكز الأولى هتأهلوا على طول لبطولة العالم اللي جاية واللي هتكون في بداية سنة 25 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، ثلاث دول اللي هو بقى ايه الدول مش عارف بيسموها اسكندنافيان ولا ما اعرفش بيسموها كده، اللي هم الثلاث دول كرواتيا والدنمارك والنرويج، ثلاث دول جنب بعض هي تنظم بطوله العالم. طيب مين اخر حامل لقب اخر نسختين في امم افريقيا بعد فوزه بنسخه تونس 2020؟ المنتخب مصر. منتخب مصر حامل لقب اخر نسختين، وكان منتخب تونس اخر بطوله حصل عليها 2020، بس الجيل ده لا مصر فرقه، يعني مصر احنا هنتكلم ان شاء الله باذنك يا رب في 6 7 بطولات افريقيا مصر هتحصل على البطوله. وخليني اقول لكم معلومه بس،
سريعه كده عن المجموعه الاولى. الراس الاخضر دايما بنسمع الراس الاخضر الراس الاخضر الراس الاخضر دي جزيره في اقصى غرب افريقيا قصاد السنغال، بلد صغيره جدا جدا. ليه انا بقول؟ لان كاب فيرد الحقيقه شافت طفره كبيره في الرياضه الفتره الاخيره، خاصه في كره السله. كره السله عاملين شغل كبير وليهم لعيب بيلعب في الام بي اي، لعيب جامد. فرواندا سوري كاب فيرد هي جزيره، وانت نازل بالطياره كده شايف حدودها. ولعيب تاني بيلعب في ريال مدريد في الباسكت. انت عندك الجزيره وانت نازل بالطياره انت شايف الجزيره كلها، فجزيره صغيره قوي. وكانت هي هناك المهنه الاساسيه ليهم او اللي عايشين عليها السياح، ما عندهمش موارد لانها جزيره صغيره جدا جدا. فالحقيقه بس عندها سياحه شاطئيه حدث ولا حرج، ومناظر خلابه في الجزيره جامده جدا. وانت نازل بالطياره بتلاقي الدوله او الجزيره كلها على الشط اوتيلات على البحر. فالحقيقه يعني انا حبيت اقول ايه، ان في دول افريقيه بالرغم من صغر مساحتها ومن زي رواندا ومواردها قليله، بس على الرياضه حطت نفسها بشكل قوي. عندنا كاب فيرد النهارده بنقول اسمها في كره اليد في الباسكت، وبتوصل كمان في النهايات في كره السله. لا النهارده في طفره رياضيه في هذا البلد الافريقي الصغير. هنروح لخبرنا الاخير المحلي الاخير او القبل الاخير. عندنا 120 لاعب يشاركون في البطوله العربيه لدرجات المضمار بالقاهره. طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان عندنا مضمار كبير في استاد القاهره وبيتلعب عليه البطولات الدوليه، وبيستعين به الاتحاد العربي. هو ده المضمار، بيستعين به الاتحاد العربي في تنظيم الكبرى او البطولات الكبيره. اعلن مسؤول الاتحاد العربي للدرجات برئاسه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي عدد اللاعبين المشاركين في البطوله العربيه رقم 12 لدرجات المضمار، واللي هتتلعب في مضمار الدرجات الدولي باستاد القاهره زي ما قلت لحضراتكم خلال يومي 24 و25 نوفمبر اللي احنا فيه. البطوله هتتلعب تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور اشرف صبحي، ويشارك فيه 120 لاعب ولاعبه من 6 دول، وهي مصر، السعوديه، الامارات، الجزائر، السودان، وقطر. الاجتماع الفني للبطوله هيكون بكره باذن الله الساعه 6 بالليل بمشاركه البعثات والحكام والمنتخبات المشاركه. واكد الدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي للدرجات ورئيس الاتحادين المصري والافريقي اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات الخاصه بالبطوله. وقال ان الاتحاد العربي عنده ثقه كبيره في مصر ومنشاتها في ظل تنظيم مصر لاغلب الاحداث الرياضيه الكبرى في الفتره اللي فاتت والنهضه الرياضيه الكبيره سواء على صعيد المنشات او الكوادر البشريه او التجهيزات اللوجستيه. خبر يعني بيتكرر كتير، التحديات الاقليميه والعربيه والافريقيه والدوليه كمان بتسند على مصر جامد وبتستعين ببنيتها التحتيه الكبيره اللي تمت في الرياضه في 7-8 سنوات اللي فاتوا، وعلى راسها طبعا المدينه الاولمبيه اللي هتبقى حدوته وحديث العالم كله في العاصمه الاداريه، معمول على اعلى مستوى ستاندرد عالمي في الانشاءات، حاجه ما حصلتش بعد افتتاحها كمان. النهارده انت بتلعب بايه او بتعتمد على المنشآت اللي اتبنت زي برج العرب وزي صاله حسن مصطفى وزي مضمار يعني، وتطويراتها حصلت في استاد القاهره. ما بالك بقى لما يخش في الخدمه، وفي بعض الصالات بدات تخش في الخدمه وبعض الالعاب زي الرمايه مثلا بتتعمل في العاصمه الاداريه. بس القصد اقول لك لما تخش المدينه الاولمبيه بالكامل ان شاء الله في خدمه الرياضه المصريه هتاد فاليو غير طبيعي. النهارده انت عندك 3 صالات مغطاه بفئات او ساعات جماهيريه مختلفه، عندك ماتش كبير النهارده، الـ3 صالات دول يعني يكفوا لتنظيمك كاس عالم لكره السله. ممكن تحتاج صاله واحده معاهم كمان، يعني ممكن تحط مجموعه برج العرب وثلاثه في العاصمه الاداريه. انا قصدي اقول لك ان انت النهارده بالصالات المغطاه بالمضمار الفروسيه بالرمايه بالشغل اللي معمول بالحمام السباحه الاولمبي بالشغل اللي معمول هناك، انا اتصور ان هتكون قيمه كبيره مش بس في مصر، لا في افريقيا كلها. فان شاء الله بعد افتتاحها هنشوف اخبار كبيره جدا عن استضافه مصر لبطولات كبيره، وده في الاخر بيعود بالنفع على لعبتنا وبيعود بالنفع على كوادرنا سواء الاداريه الكوادر الفنيه. اكيد اكيد يعني هيبقى الموضوع ليه استفادات كبيره جدا جدا. طيب هنروح لخبرنا اللي بعد كده. مصر تحصد فضيه مونديال الطائره وتضمن الصعود للالعاب البارالمبيه، في انجاز كبير، اول مره لفريق الطائره جلوس. وعلى فكره بالمناسبه كانوا ضيوفنا السنه اللي فاتت وكانوا واخدين ثالث عالم، كانوا ضيوفنا السنه اللي فاتت وخدوا ثالث عالم لو تفتكروا الحلقه دي، وكان معانا الابطال دول كلهم اللي انتم شايفينهم دول كانوا معانا في الاستوديو هنا واحتفلنا بيهم وكانوا خدوا ثالث. السنه دي عملوا انجاز اكبر وتوصلوا فاينل وخدوا الفضيه. منتخبنا الوطني لرجال الكره الطائره جلوس حقق الميداليه الفضيه في بطوله كاس العالم، واللي اتلعبت على صاله النادي بالمدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه الجديده. منتخبنا كان حقق الميداليه الفضيه
دي بعد الخساره قدام منتخب ايران القوي حامل اللقب بنتيجه 3-0 وقت الاشواط 25 21 25 19 25 17 لان انت برضو خسران بشراحه. المنتخب كده ضمن المشاركه في الاولمبيات اللي جايه بالرغم من خساره النهائي لان البطل العالم بس هو اللي بيتاهل. وده خلانا ضمننا الصعود لان ايران بطل العالم في اخر نسختين. شفتوا اكتر من كده حلاوه لان كل مجتهد نصيب، انت النهارده البطل اللي بيتاهل. بطل العالم اخر نسختين يبقى انت ضمنت كده وصولك للاولمبياد. البطولة دي شارك فيها 17 منتخب من دول العالم وهي كانت آخر مرحلة من مراحل التأهيل للألعاب البارالمبية اللي جاية بإذن الله واللي هتكون في باريس 2024. والمنتخبات اللي شاركت في البطولة الجزائر، البرازيل، كندا، الكونغو، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الهند، إيران، اليابان، رواندا، الصين، أوكرانيا، منغوليا، هولندا، سلوفينيا بالإضافة لمصر. أنا بس حبيت أقول لكم الدول عشان الناس ما تفتكرش إنها بطولة ضعيفة، دي بطولة عالم. منتخب كان صعد للنهائي بعد فوزه على منتخب المانيا العنيد 3-1، بمناسبه منتخب المانيا كان دايما بيقصينا من البطولات، احنا النهارده فزنا عليه. المنتخب شارك في البطوله دي بقائمه، قائمه الشرف مين بقى؟ ان شاء الله نحاول نجيبهم برده كمان السنه دي نحتفل بيهم. هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، احمد محمد فضل، اشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، احمد محمد خميس، زكريا السيد، احمد محمد حسن، محمد ابراهيم، انور رمضان، حماده، سيد فارس، محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء ايمن العفيفي مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم باعمال المدير الاداري. الف مليون مبروك مبروك يا ابطال، انتوا النهارده بتتحدوا كمان يعني الاعاقه البدنيه وبتتحدوا كمان الفرقه العالم القويه اللي جايه مستعده بشكل كبير. الف مليون مبروك، نتمنى لكم ان شاء الله اداء جيد في البطوله البارالمبيه وان شاء الله جابوا لنا ميداليه زي بطوله العالم. الحقيقه كده تكون اخبارنا خلصت، وخلينا اذكركم بضيوف اللي هينوروني في الفقرتين الحوريتين. هيكون معانا طبعا جعفر ابراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي لريش الطائره وهو طبعا من دوله البحرين الشقيقه، ومعانا هيكون الدكتور احمد رضا مسؤول التطوير بالاتحاد الافريقي لريش الطائره. دي هتبقى الفقره الاولى الحواريه. الفقره الثانيه هيكون معانا انور الكموني نجم التنس الارضي والبطل اللي استطاع انه يهزم مرض لعين زي السرطان ويعود تاني لحياته الطبيعيه. هيتقابل معاهم ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بجعفر ابراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي لريش الطائره والبحريني بالمناسبه من دوله طبعا البحرين الشقيقه. اهلا بك يا جعفر. اهلا وسهلا بكم، منورنا. وطبعا كل اشقاء البحرينيين منورين مصر، وانتوا اخوه يعني عزاز جدا على قلبنا. الله يخليكم، مصر العزيزه علينا وبلدنا الثاني. منورنا يا كابتن. الله يخليك. برحب بدكتور احمد رضا مدير مسؤول تطوير في الاتحاد الافريقي لريش الطائره، واللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا بحضرتك. منورنا، وفرصه سعيده جدا جدا. بالمناسبه انت كنت كمان لاعب ريشه طائره، وكمان جعفر كان لاعب ريشه طائره كمان. تمام حقيقي. منورنا. نور حقيقي. شكرا. خلينا نبتدي مع الدكتور احمد. دكتور، يمكن عايزين نعرف ازاي تم اختياركم سواء انت في الاتحاد الافريقي، خاصه رئيس الاتحاد الافريقي مش مصري، ميشيل باو هو من سيشل وهو رئيس الاتحاد الافريقي. ازاي تم الاختيار ليك؟ ايه اللي انت شافوه فيك تقدر تاد فاليو للاتحاد الافريقي لريش الطائره خاصه في اتجاه التطوير؟ يعني في البدايه كان الاتحاد الافريقي طبعا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي كان عنده بعض الاهداف وبعض البرامج لتطوير اللي نقدر نقول الهيومن ريسورسز اللي موجودين في جوه الاتحاد الافريقي، فكان يعني عنده بعض المبادرات وبداوا يعملوا بعض يعني نقدر نقول انترفيوهات مع بعض المتقدمين عشان نغطي موضوع التطوير. كان الاتحاد الدولي عنده خطه يعني لتطوير الريشه الطائره في قاره افريقيا بالكامل، فيعني عملوا بعض الانترفيوهات لبعض المتقدمين. يعني انا كنت واحد من الناس اللي تقدمت للوظيفه يعني، ويعني عملنا بعض المقابلات مع الاتحاد الدولي وبعض الاسئله شويه. شافوا فكرك وشافوا انت حقيقي يعني هم نقدر نقول ان هو يعني ورؤيتك كمان للمستقبل ازاي. كان في بعض الامور خاصه بال يعني بتاريخك انت الرياضي، وانت طبعا كان تاثيرك ايه كلاعب او كمدرب او يعني سو ايفر انت كنت فين في بلدك بشكل عام، وبعدين يعني انت رؤيتك ايه وفكرك ايه، وهل انت تقدر تاد فاليو زي ما حضرتك قلت وتقدر يعني تضيف للقاره بشكل عام. ويعني والاختيار الحمد لله تم ان شاء الله. واكيد انت قدها وقدود وعندك من الامكانيات اللي تقدر بيها، وهنتكلم تكنيكال اكتر على البلان بتاعتك إن شاء الله. بس احنا كنا بناخد اوفر فيو ازاي توليت هذه المسؤوليه. ونفس الكلام يا جعفر برضو، ما شاء الله ان يكون حد عربي من الاشقاء العرب يكون متولي مسؤول ملف التطوير في الاتحاد الدولي، دي حاجه اكيد تسعدنا جدا. واكيد دي جت بعد منافسه كبيره
مع اكيد منافسين تانيين. كلمني ازاي تم اختيارك واسناد ملف تطوير ليك من قبل الاتحاد الدولي؟ بدايتي مع الاتحاد الدولي كانت في العام 2014 بداية الإدارية، وكان في مشروع كبير في إمارة أبو ظبي لتطوير رياضة ريشة الطائرة مع استضافة بطولة عالمية، في وقتها كانت أكبر بطولات العالمية في إمارة أبو ظبي. في ذلك الوقت كان ما في ريشة طائرة في الإمارات، ما كان في اتحاد. الريشة كلعبة ما كانت متطورة بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، يعني ممكن لعبة الكثير ما يعرف عنها. وكانت فرصة بالنسبة لي أنا وهذا المشروع بأن احنا نطلق مشاريع كثيرة لتطوير رياضة الريشة الطائرة. ممتاز. المشروع كان عبارة عن 4 سنوات لاستضافة أحد أهم البطولات في العالم وأكبر جوائز مالية في ذاك الوقت، فاستغلينا هذا المشروع بشكل كبير للترويج للريشة الطائرة. عندما يكون عندك الأبطال العالميين، صحيح، دمجنا الأبطال العالميين مع برامج نشر اللعبة خصوصا برامج في المدارس. صحيح. فدي كانت البداية في 2014. نجحت في الحتة دي، وبعد 9 سنوات أو أكثر الآن ريشة الطائرة في الإمارات أو في منطقة الخليج تطورت بشكل كبير، ما شاء الله، وانعكس على المنطقة العربية بكامل المنطقة العربية. تعرف أنها أشقاء مع بعض، عندما نشوف دولة شقيقة تتطور تنتشر على طول، تنتشر بشكل كبير. الآن بعد 9 سنوات من هذا المشروع، رياضة ريشة الطائرة يعني في الوطن العربي تطورت بشكل كبير مقارنة بالسابق. ده حقيقي، واكيد نجاحك ان شاء الله نجاح لينا كلنا، لانه طبعا النهارده الدكتور احمد في الاتحاد الافريقي، حضرتك في الاتحاد الدولي، فكده رؤيه الاتحاد الدولي كمان للعبه ان النهارده في المنطقه العربيه احنا بنقود النهارده تطوير او انتشار هذه اللعبه، خاصه في مكان زي ما انت قلت ما كانش فيه اللعبه. طب خلينا اتكلم معاك يا دكتور في محور مهم، وهو الخطه او البلان اللي بيحصل بالتنسيق دلوقتي ما بين جعفر في الاتحاد الدولي ما بينك، يعني اشرح لي كده الاوفر فيو بتاع البلان. انتوا رايحين فين وكم سنه وعايزين تعملوا ايه؟ يعني كلمني تكنيكال اكتر بقى. طيب، يعني احنا نقدر نقول بس ان كان في مبادره اطلقها الاتحاد الدولي من سنه 2019 او 2020 على ما اتذكر، لدعم الاتحادات الرياضيه على مستوى العالم، خصوصا حضرتك عارف بعد يعني الكورونا وحصل تاثير كتير طبعًا يعني طبعًا على الاتحادات، فكان الاتحاد بالضبط في خصوصا نشر اللعبه وفعاليات والنشاطات. فالاتحاد الدولي اطلق مبادره لدعم الاتحادات، ويعني اتت بنجاحها ان بعض الاتحادات قدرت تتعافى تاني وتقدر ان هي ترجع النشاط بشكل يعني كويس. فالاتحاد الدولي اطلق مبادره جديده، بس المبادره دي هي اللي تم فيها اختيار مصر لمبادره نقدر نقول هي الدعم المعدل او الدعم يعني المتطور، ان هم بيختاروا بلد يعني بيبقى ليها بعض المعايير، ممكن طبعا يعني كابتن جعفر يتكلم بالتفصيل اكتر عن المعايير الاختيار. تم الحمد لله تم اختيار مصر، ودي كانت ده كان تنافس على مستوى يعني العالم كله، على العالم كله، اكتر على ما اعتقد اكتر من 150 دوله على مستوى العالم كانوا في المشروع، ويعني تم تصفيتهم ل 15 دوله، وبعدين تم وقع الاختيار على مصر لتكون هي اول كله. ان هي تبقى اول دوله، اول دوله يتم فيها يعني تطبيق المشروع، اول مبادره، اول مبادره اللي هي طيب المبادره دي نقطها ايه؟ يعني ايه اللي مطلوب من مصر وايه اللي مطلوب من الاتحاد الدولي؟ يعني نقاط المبادره مطلوب ايه؟ هل بطولات دوليه نستضيفها؟ هل هنستضيف ورش عمل للمدربين للعيبه؟ هل مطالب منا ان احنا نعمل كامبات؟ يعني قول لي فنيا ايه المبادره ومصر المفروض منها ايه والاتحاد الدولي مطلوب منها؟ هو يعني نقدر نقول هو مشروع شمولي بيشمل كل النقاط اللي حضرتك اثرتها، ودي يعني كل ده محطوط جوه الخطه اللي احنا كنا بنشتغل عليها مع الاتحاد الدولي، وطبعا بالتنسيق مع الاتحاد المصري عشان هو طبعا اللي هيبقى عنصر اساسي في تنفيذ هذه الخطه. ممتاز. المشروع شمولي يشمل نشر اللعبه في مصر بالكامل، يعني الاتحاد الدولي اعتقد ان هو يعني متارجت ان اللعبه تبقى من اكثر الالعاب ممارسه في مصر، من نقدر نقول مثلا من التوب 5، من عايزين الريشه كده مثلا بالظبط، يعني عايز ان الريشه تنتشر بشكل اكبر، تبقى فيها توعيه للناس بشكل اكبر، خاصه ان مصر الشعب بيحب العاب المضرب بالظبط، تنس ارضي، تنس طاوله، سكواش، واحنا متفوقين فيها يعني متفوقين. الحمد لله عندنا تفوق في رياضات المضرب الاخرى، فعندنا فرصه. طبعا استضافه ورش عمل وتطوير المدربين، هل تطوير في الحكام. فتره زمنيه للبرنامج ده ولا حضرتك بتتكلم ان احنا شغالين بصفه مستمره بقى يعني خلاص؟ هو المشروع اطلق لمده 4 سنوات بالظبط، وان شاء الله يعني لما المشروع يعني يؤتي ثماره ونجاحه اكيد ان شاء الله المشروع هيفضل مستمر، لكن البدايه والخطه المحطوطه اللي احنا يعني الحمد لله قربنا نخلصها لمده 4 سنوات ان شاء الله، هتبدا من 2024. حلو. طيب جعفر، في معايير اخترته بناء عليها مصر، يعني في 150 دوله تقدمت، تفضل الدكتور احمد رضا وقال انه طبعا كان في منافسه شرسه انه تختاروا دوله منها،
معايير الاختيار انتوا كاتحاد دولي اخترتوها ازاي؟ يعني انا سعيد جدا بالحوار ده. ليه؟ النهارده بنتكلم مع مسؤول اتحاد في الاتحاد التطوير في الاتحاد الافريقي اللي هو اصلا مصري واللي هو طالع من مصر. فاحنا بنتكلم لمين العالم كله احنا قاعدين كده؟ مصر، افريقيا، اتحاد دولي. فالمعايير النهارده اخترته على اساسها ازاي؟ وشايف يعني رؤيه المسؤولين واصحاب القرار في الاتحاد الدولي الريشه كانت ايه قبل اختيارهم لمصر؟ هو الاختيار تم بناء على عده عوامل. العامل الاول الانفراستراكشر، البنيه التحتيه في مصر. العامل الثاني العدد السكاني الكبير في مصر. العامل الثالث نجاح مصر في الالعاب الاندور سبورتس، من ضمنها الالعاب الراكت سبورتس. تمام. ففي مجموعه من العوامل اللي عندما الاتحاد الدولي بدا يفاضل بين الدول ان اختيار مصر والاستثمار في مصر راح يكون له مردود اعلى من الاستثمار في دول اخرى. ممتاز. البدايه الاتحاد الدولي قرر ان تكون البدايه من مصر، ويكون ان شاء الله نجاح كبير على اساس انه يبدا ينتقل الى دول اخرى ويعيد تكرار هذه التجربه. هذه المره الاولى للاتحاد الدولي يذهب الى دوله بشكل مباشر ويعمل عن قرب مع الاتحاد المحلي. صحيح، حتى في اي اتحاد دولي يعني على مستوى العالم دي مبادره يعني ما سمعتهاش قبل كده. فهو اختار مصر وراح لها هو الاتحاد الدولي. بالضبط، بناء على الريسيرش اللي عمله الاتحاد الدولي كان في منافسه كبيره من المكسيك، كان في منافسه كبيره من الفلبين. اللعبه موجوده وبشكل كبير، لكن الاتحاد الدولي وصل الى ان الاستثمار في مصر هو الى يعني الافضليه في النجاح. فهذه كانت عوامل الاختيار. طبعا لو تكلمنا عن برامج التطوير في الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي يمتلك مجموعه كبيره من برامج التطوير. عنده برنامج الان شهير لتطوير الريشه الطائره في المدارس اسمه شتل تايم، ورؤيته عباره عن منح كل طفل فرصه للعب. يعني برنامج عباره عن منهج تعليمي موجود باكثر من 23 لغه، برنامج ممتاز. عالمي ممتاز ما شاء الله. في برنامج تم اطلاقه في 2019 اللي هو رياضه الريشه الطائره في الهواء، الاير بادمنتون، على اساس ان تكون الريشه الطائره مور اكسسبل عند المجتمع. زي ما انت عارف كثير من الدول ان انت تحصل على صاله تنافس كثير من الرياضات. لا انا اطلع لك اوت دور، العب اوت دور. فاحنا ممكن نلعب اوت دور تعرف هي اسمها ريشه، فخواص طيرانها وخفيفه جدا. لكن الاتحاد الدولي على مدى 7 سنوات صنع ريشه قادره على الطيران بشكل جيد في الاماكن الخارجيه. بالاضافه الى الكوتش اديوكيشن، بالاضافه الى المدربين، الى الحكام، الى الاداريين. ففي الان الاتحاد الدولي يسميه هو يعني مثل البيت التطوير. في للمدارس، في للمدربين، في للانديه، في للاداريين. ففي حزمه كبيره من الانشطه والبرامج اللي يحتوي اللي يمتلكها الاتحاد الدولي. والان عملنا مع مصر وخروجنا بخطه استراتيجيه ان شاء الله راح تنهض بشكل اكبر برياضه الريشه الطائره. طب جعفر، امتى تم اختيار مصر؟ يعني امتى وقع الاختيار على مصر؟ طبعا دي صور في الندوه اللي كانت موجوده، الدوره التدريبيه اللي كانت على هامش البطوله اللي فاتت. وانا شايف كمان يعني مشاركين كتير من الاتحاد الدولي كانوا موجودين. طيب امتى وقع الاختيار؟ يعني امتى تم الاعلان ان مصر هتكون هي المركز او الدوله الاولى في 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 حديثا في سبتمبر الماضي. سبتمبر قريب يعني. قريب. طيب وجودك في القاهره النهارده للترتيب للمبادره لبدايه اخذ خطوات جديه على ارض الواقع، ولا ده اجتماعات تنسيقيه لسه في البدايه؟ وجودي الان لعمل الخطه الاستراتيجيه، وضع المحاور الرئيسيه والاهداف الاستراتيجيه والمبادرات اللي راح نقوم بعمل فيها مع الاتحاد المصري بقياده الدكتور علي حسب الله وجميع اعضاء مجلس الاداره. بكل صراحه متعاونين جدا، واجتمعنا يعني مجموعه من الاجتماعات من يوم الاثنين تقريبا يوميا 12 ساعه 12 ساعه يعني في امس بس اجتمعنا مع كثير من اللاعبين والمدربين والمسؤولين في الريشه الطائره للاطلاع على يعني احتياجاتهم، تطلعاتهم، احلامهم في رياضه الريشه الطائره. هذا جزء كان رئيسي من عمليه التخطيط. فنتمنى من خلال هذه الزيارة أن احنا نطلع بخطة استراتيجية برؤية لمصر في الريشة الطائرة، وإن شاء الله نرجع بعد شهر
ونوقع اتفاقية مع الاتحاد المصري ونطلق المشروع بشكل رسمي إن شاء الله. طب برضو يا دكتور يعني عايز أعرف دورك كاتحاد أفريقي بقى هنا النهاردة، لأنه خلينا نتكلم إن مصر يعني فيها انفراستراكشر كبيرة زي ما تفضل وقال جعفر، ولكن النهاردة بنتكلم على اتحاد أفريقي بقى. احنا عندنا المظلة الطبيعية اتحاد دولي اتحاد أفريقي اتحاد مصري. بالظبط. وجودك النهاردة كاتحاد أفريقي، إيه الاستفادة اللي أنت تستفادها وإزاي هتقدر تشارك في مبادرة كبيرة زي دي؟ طيب نرجع تاني برضو حضرتك لفكره ان اختيار الاتحاد الدولي لمصر، وطبعا مصر من ضمن البلاد وهي تعتبر البلد الرائده في قاره افريقيا، فده لو هنتكلم من الناحيه الاتحاد الافريقي فده بالنسبه لنا انجاز كبير. صحيح. لان انا اللعبه عندي في قاره افريقيا بشكل عام هي لعبه نقدر نقول يعني معقوله، عندي بعض البلاد اللي بتقدر تمارس بشكل كويس وممكن تنافس طبعا على في مقدمتهم مصر، فده في حد ذاته هيعيد بالنفع كله على القاره. نعم. لما انا يبقى في مشروع في بلد هي تعتبر الاقوى فريشه طايره في قاره افريقيا وهي مصر، ده بيضمن لك الاستمرار، فده يضمن لي ان انا ان شاء الله يبقى في نجاحات وان انا اقدر. نعم. يعني اخد الموديل واحاول اطبقه ممكن ولو بشكل يعني مصغر شويه او بشكل ابسط شويه مع البلاد الافريقيه عشان ننهض بالبلاد بشكل عام. فانا كاتحاد افريقي لو نتكلم من منظور اكيد طبعًا. اكيد. وطبعا هل انتوا كاتحاد افريقي دعمتوا ملف مصر في المنافسه اللي كانت مع 150 دوله؟ والله يعني حقيقه هو الفكره انه مش الملف قوي قد ما فكره ان المعايير اللي كانت محطوطه. نعم. من قبل الاتحاد الدولي بشكل اكبر راحت في الاتجاه بتاع مصر. يعني مش عايز اقول ان الاتحاد الافريقي كان يعني ليه دور رئيسي قوي في اختيار مصر، لكن نقدر نقول ان احنا يعني كنا منتظرين ده، كنا منتظرين. كنا منامل ان مصر تتم اختيارها المبادره جوه قاره افريقيا قبل ما تروح اي قاره ثانيه. بالظبط. وخليني اقول لك ان انت لو رحت اوروبا، يعني برضو خلينا نتكلم بامانه، لو الموضه دي راحت اوروبا، اوروبا عندهم مبادرات وعندهم دنيتهم. انت النهارده محتاج مكان في العالم محتاج يتوسع فيه، يبان فيه حتى الشغل والتطوير. بالظبط. لانه التطوير هتروح الدول المتطوره، انت ما عملتش حاجه، ولكن انت عايز تروح دول بتشتغل وعندها الانفراستراكشر زي ما قال جعفر، وبعد كده تبتدي تشتغل. طيب خلينا نتكلم عن اللعبه على مستوى افريقيا. انت عندك مثلا في جمعيه عموميه في افريقيا كم نادي، كم دوله بتلعبهم كاتحاد افريقيا؟ فعايزين نعرف كانوا كام وبقوا كام، يعني كلمني عن اخر مثلا 4-5 سنين في الريشه الطائره. والله احنا برضو بالنسبه لافريقيا الفتره اللي فاتت الاتحاد الافريقي شغال على زياده يعني الدول المشاركه. حاليا وصلنا يعني لسه في بلد يدوب لسه من كام يوم داخله وهي التشاد، فبقينا دلوقتي حوالي 48 دوله. عدد كبير. عدد كبير. احنا 48 دوله جمعيه عموميه، يعني بس في بعض البلاد بتبقى اسمها يعني بالانجليش هي اسوشيات، يعني مش ملهاش حق التصويت قوي، لكن بتخش في برامج التطوير وبتخش في. لكن يعني احنا توتال بشكل عام 48 دوله. طبعا عندنا دول بيبقوا ليهم عمليه تصنيف على حسب طبعا يعني ليفلات. بالظبط. فمصر تعتبر في الليفل الاول وهي تعتبر رقم واحد كمان. مصر. طبعا. ونيجيريا. طب ونيجيريا معانا في الليفل ده. مصر. نيجيريا، جنوب افريقيا، موريشيوس، الجزائر، اوغندا. يعني زامبيا تيجي في الليفل الثاني. لكن دول زيمبابوي لا، يعني زيمبابوي هم موجوده لكن البلاد بتتطور. لكن احنا مسمينهم بلاد اللي هي الاكثر تطورا والبلاد اللي لسه حديثه التطور. وفي بلاد اللي هي لسه يعني داخله معانا في نيجيريا، جنوب افريقيا، يمكن هم دول. احنا حوالي في 6 بلاد او 7 بلاد اللي هم يقدروا نقدر نقول كلهم بينافسوا على الميداليه. حوالي 6 أو 7 بلاد بينافسوا دايما على ميداليات. هم مصر والجزائر، جنوب افريقيا، موريشيوس، نيجيريا، واوغندا. دول البلاد الكبيره نقدر نقول في قاره افريقيا في ريشه الطايره. ويجي وراهم بقى عندنا زامبيا وغانا والكاميرون، كوت ديفوار. كل دي بلاد موجوده معانا، بس يعني هم بيتطوروا سنه عن سنه يعني. طيب هل في اجتماعاتكم اللي انتم حضرتوها كان في ممثلين على وزاره الشباب والرياضه، ولا لسه الموضوع ما رقاش يبقى في ممثل حكومي؟ يعني هل لسه الموضوع يعني دور البحث مع الاتحاد وبعد كده هيتم العرض على الوزاره، ولا الوزاره شريك من اول يوم؟ والله في البدايه يعني اثناء على هامش مصر الدوليه كان دكتور عشا لسه السؤال اهو طبعا والصوره جت دكتور عشا الصبح اهو. انا كنت لسه اقول حالا احنا يعني في الزياره الاولى لما جم على هامش بطوله مصر الدوليه في اكتوبر اللي فات. يعني كابتن جعفر وكان موجود كمان جون شيرر اللي هو يعني ماسك يعتبر لجنه التطوير في الاتحاد الدولي. يعني نسقنا من البدايه ان يبقى في زياره مع دكتور اشرف، وكانت زياره مثمره جدا. ويعني قابلنا دكتور اشرف والاتحاد الدولي عرض المشروع عليه، ودكتور اشرف رحب جدا بالمشروع وقال ان يعني هو نقدر نقول داعم رئيسي للمشروع. ان هو ده المهم ان الدوله المصريه الممثله في وزاره الشباب والرياضه تكون ايد بايد معاكم، لان ده بيضمن ممثل حكومي
في كل شيء. بالظبط. وده يعني احنا الحمد لله كنا يعني بنأمله وكنا متوقعينه طبعا من دكتور اشرف ان هو يعني المشروع باذن الله هيبقى داعم رئيسي لينا. برضه عملنا بعض الاجتماعات مع اللجنه البارالمبيه، ممثل اللجنه البارالمبيه بالظبط، وعملنا بعض الاجتماعات مع الاتحاد وممكن الشركاء اللي ممكن يقدروا يساعدوا الاتحاد المصري يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه. احييك بصراحه دكتور على المجهود ده، بامانه حاجه تشرف يعني. لا ده الموضوع وراه مجهود كبير. طب خلينا في اللقاء ده جعفر، ده لقاء كان مع معالي الوزير اكيد، بعد اللقاء ده كان في اكتوبر، وبعد كده انتوا رجعتوا على الاتحاد الدولي بداتوا تبحثوا وتشوفوا ايه مردود اللقاء ده، ايه مردود انا يعني عايز اتكلم مش على المردود الزياره دي، عايز اتكلم على مردود الزياره اللي فاتت لما جيتوا هنا على هامش في مصر الدوليه وبدات المباحثات وبدات الكلام وبدا الامور مع دكتور اشرف صبحي والاتحاد. المردود بقى في الاتحاد الدولي كده. هدف زيارة أكتوبر كانت بعد اختيار مصر، كان الاجتماعات بناء يعني الهدف منها تأكيد اختيار مصر وأن مصر قادرة على احتضان هذا المشروع. ودائما في العمل الرياضي دائما احنا نسعى أن احنا نشتغل مع الشركاء. يعني الاتحاد وحده ما راح يقدر أنه هو يطور الرياضة ككل، لازم يشتغل مع الأندية ومع المدارس ومع الوزارة مع اللجنة الأولمبية مع الشركات الأولمبية مع الرعاة مع الكل. فدي فلسفة الاتحاد الدولي يتبناها، موضوع البارتنرشيب، موضوع الستيك هولدر، موضوع الشراكات، موضوع الشركاء مهمين جدا. فكان الهدف من هذه الزيارة أن احنا نجتمع مع الاتحاد المصري ومع الشركاء الرئيسيين على أساس أن احنا نجمع الدعم لهذا المشروع. وسعادة الوزير استضافنا في هذا الاجتماع وأكد بشكل كبير على دعم الوزارة لهذا المشروع، وأنه ما حيدعموا كل الجهود الاتحاد الدولي لتطوير رياضة ريش الطائرة في مصر. فهذا الاجتماعات اللي كانت في أكتوبر كانت اجتماعات ناجحة جدا، وهي كانت على هامش بطولة مصر الدولية، وكان في مجموعة كبيرة متنوعة من برامج التطوير. كان في برامج للإدارة الرياضية المستوى الثاني، إدارة الأحداث الرياضية، كان في ورشة لرياضة ريش الطائرة البارولمبية. فكان يعني اكتوبر كان خليه نحل يعني بالنسبه لمصر. عشان كده انا شايف ما شاء الله الصور اللي جايه كانت خليه نحل يعني. اي يعني كان اكثر من 5 أو 6 انشطه كبيره دوليه في نفس الوقت مع اجتماعات مع الوزاره ومع اللجان البارالمبيه. وده بالنسبه لنا مهم جدا، لانه زي ما قلت لوحدك مش حتقدر تنشر لعبه في بلد ما شاء الله كبير يمتلك امكانيات كبيره. ف العمل مع الشركاء هو يعني الاتحاد الافريقي، الاتحاد المصري، الاتحاد الدولي مع الشركاء المحليين حيكون في نجاح ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم على مستوى الاتحاد الدولي. هل اللعبه بتنتشر؟ يعني احنا مثلا شفنا البادل دي لعبه مضرب وبتنتشر بصراحه كالنار في الهشيم، يعني بصراحه بتنتشر انتشار مرعب مش بس في مصر، في كل 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 حته في العالم، رغم انها يعني حديثه العهد اللعبه دي. انتوا كاتحاد دولي الريشه الطائره شايفين اللعبة بتنتشر، شايفين أعضاء جمعية بيزيد، شايفين دول كتيرة بدأت تخش في ممارسة في مشاركتها في دول العالم، في تصفيات القارية في الدول كتير. أنت ليك رؤية كبيرة واسعة على العالم، شايف الوضع إيه؟ الريشة الطائرة الآن إحنا أكثر من 200 عضو حول العالم، 200 دولة. فرياضة ريشة الطائرة لها انتشار كبير جدا حول العالم، خصوصا أن يعني وطن الريشة الطائرة دول شرق آسيا، نتكلم عن الصين، نتكلم عن الهند واندونيسيا وماليزيا وكوريا. دول الدول كلها من الشعوب الكبيرة في العالم. فالريشة الطائرة لها شعبية كبيرة جدا في العالم، خصوصا أن أنت نتكلم عن الصين والهند، ده نص العالم. وهي الريشة اللعبة الثانية في الهند بعد الكريكت، ومن الألعاب الأولى في الصين. فممكن أنت تشوف في الصين أو في الهند تشوفهم في الشارع يلعبوا الريشة الطائرة. اندونيسيا من الدول الكبيرة، يعني اندونيسيا احنا نعتبرها هي برازيل الريشة الطائرة. صحيح. اوروبا دائما كانت منافسة للآسيويين، الدنمارك دائما عندها ابطال عالميين. بالنسبة للأداء العالي عندنا التنافس دائما يكون بين اوروبا واسيا، بس طبعا تفوق آسيوي قوي. آسيوي لان طبعا. نتكلم عن 10 دول في آسيا، الريشة من احد الألعاب الكبيرة جدا للألعاب. فانت تتكلم عن يعني قاعدة ممارسة الاتحاد الدولي عنده أكثر من 360 مليون ممارس حول العالم في الريشة الطائرة. والاتحاد الدولي من العام 2010 اتخذ سياسة بأنه هو كثير من الاتحادات الدولية يركز على المنافسات فقط. بطولات العالم، السلسلة العالمية، الورد تور، وقليل من الاتحادات اللي ينزل يروح المدارس
او ينزل يروح الدول او ينزل يشتغل مع المدربين. الكل عاوز يشتغل مع السوبر ستارز والابطال العالميين. نعم. فالاتحاد الدولي فلسفته وفي كثير من الميزانيات اللي ترصد لنشر اللعبه. مثل ما اعرف رياضه رشه الطائره رياضه اولمبيه من العام طبعا. 1992 طبعا. واصبحت رياضه بارا اولمبيه في العام 2020. ورياضه من الرياضات اللي تنمو بشكل كبير في الاولمبيات الخاص. صحيح. احنا نروج لرياضه الرشه الطائره بان هي رياضه دامجه للجميع، لجميع فئات المجتمع، لجميع الاعمار. رياضه سهل ممارستها، الريشه خفيفه والمضرب خفيف وممكن ممارستها في اي مكان، مش مكلفه. صحيح. وهي ثلاث فروع، الاندور والاوت دور والجلوس. وبالتالي الاتحاد المصري بيرعى الاثنين، البارالمبي والاسواق. نعم. هو الاتحاد، لان انا ما كنت استضفت الزملاء من الاتحاد هنا، فوجئت ان هم بيرعوا الاثنين او هم الاثنين تحت مسؤوليتهم. في العادي بنلاقي في اتحاد بارالمبي وفي اتحاد، يعني اتحاد السله مثلا فور اكزامبل، اتحاد السله الاسواق حاجه والاتحاد البارالمبي حاجه ثانيه، كره السله بالضبط نفس كره الطائره. انما انا كان الملاحظه الغريبه عندي بالنسبه لي انه الاتحاد الريشه الطائره هو بيرعى الاثنين. ده معناه ايه؟ وكمان جعفر كان قال ان ده احنا حريصين عليه وحريصين على تطويره كمان، ده معناه ايه؟ برضو كانت احد النقط المهمه من الاتحاد الدولي فكره الدمج، يعني تبقى كل فئات المجتمع تحت المظله بتاعه الاتحاد الدولي والاتحادات القاريه والاتحادات المحليه. فكان هو الاتحاد الدولي من ضمن اهدافه الاساسيه انه يعمل دايما شراكات وتعاون مستمر ما بين اللجنه البارالمبيه والاتحاد المسؤول المحلي، بحيث ان هم ان النشاط البارالمبي يبقى تحت الامبريلا او تحت مظله الاتحاد المصري بالتعاون مع اللجنه البارالمبيه اللي موجوده في البلد. الاتحاد ريش الطايره من الاتحادات اللي هي يعني بتشتغل على الموضوع ده بشكل كويس جدا في مصر، ان الاتحاد المصري مسؤول عن رياضه البارا بادمنتون او يعني ريش الطايره لذوي الاحتياجات، وما شاء الله عاملين شغل كويس جدا جدا. وكانوا ضيوفه هنا، وكان عندنا كان عندنا لعيب اللي هو كابتن احمد مجدي، ده كان يتاهل الاولمبيات البارالمبيات اللي فاتت. وفي التاهيل ان شاء الله لباريس عندنا اثنين لاعبين مصريين، شيماء على الكراسي المتحركه، شيماء سامي، وعندنا ياسمينه ياسمينه اللي كانت معايا، اللي هي بالظبط اللي هي في قصه رقم اس اتش فتره وماشيين كويس. هم ماشيين كويس في انجلترا كمان، في انجلترا بالظبط. هي ياسمينه يعني الحمد لله دلوقتي تصنيفها كويس، وشيماء تصنيفها كويس. المنافسه صعبه يعني شويه طبعا للتاهيل، بس ان شاء الله احنا يعني بنامل ان هم باذن الله يتاهلوا ان شاء الله ان شاء الله. طيب هنروح لمحور اخر من الحديث وهي البادجت. خلينا نتكلم بقى في السؤال المهم او الميزانيه وسبل التمويل، لانه خلينا نتكلم تطوير مهم جدا، بيبقى جزء يعتمد على الكوادر والتخطيط والشغل، ولكن في جزء تاني هتحتاج تمويل اكيد. النهارده مصادر التمويل لمشروع زي ده، هل هيبقى على عاتق مين؟ يعني بتفكروا ازاي؟ هل البادجت دي رقم محدد ولا مرنه ممكن تشهد تغيرات مع الوقت وتزيد وتقل على حسب المشروع؟ يعني كلمني اكتر عن الفنيات دي. دي اتكلم فيها ولا نخلي الاتحاد الدولي يتكلم احسن؟ طيب خلينا الاتحاد الدولي نسمع. يلا قول يا بابا. هو طبعا المشروع هذا راح يكون له ميزانيه مرصوده من قبل الاتحاد الدولي. ممتاز. وزي ما قلت يعني الخطط والبرامج وتطوير الكوادر البشريه مهمه جدا، لكن في النهايه حتحتاج الى ميزانيات لعمل البرامج والانشطه. فراح يكون في ميزانيه دعم سنويه لمصر لتطبيق الخطه. تمام. هنتفق عليها كمان شهر، اللي بنتفق عليها دلوقتي ولا هنوقعها كمان شهر؟ بالضبط. ممتاز. فلمده على الاقل 4 سنوات راح يكون في، لان الاتحاد الدولي دائما يتكلم عن لونج تيرم، مش حاجه سنه واحده مش حاجه اعمل اي حاجه. لونج تيرم ريليشن بتبقى طويله وبتشتغل وبتاخد بقى تشوف بعد 4 سنين تقيم التجربه. فيعني جزء طبعا من التمويل هذا المشروع راح يكون تمويل مباشر من الاتحاد الدولي، في جزء راح الاتحاد الافريقي عنده مجموعه من البرامج راح يساهم في التطوير، وايضا الاتحاد المصري طبعا عنده برامج كثيره وعنده كثير من البرامج. اكيد في دعم حكومي هيجي. في دعم حكومي طبعا، دكتور اشرف اكيد هيدعم في الاتجاه ده طبعا. بس بامانه يعني الحمد لله مصر محظوظه النهارده لما تلاقي هذا الزخم، ان الكل النهارده بيحط انفستمنت، ودي استثمارات في الاول والاخر رياضيه بتتحط على ارض مصريه، كل كسبان. النهارده الاتحاد الدولي كسبان، النهارده الاتحاد الافريقي اكيد كسبان، اكيد الاتحاد المصري والبنيه التحتيه كمان اللي هي اللاعبين والقاعده هتزيد. هل منتظر نشر اللعبه يعني هيكون في احداث او تطوير معينه تتعمل على ارض مصر بحيث انت تجلب جنسيات اخرى
ان هي تيجي تشارك في الاحداث دي، ولا هيبقى مقصور على الجنسيه المصريه بس؟ هو طبعا انت على اساس تطور اللعبه تحتاج انك تستضيف بطولات دوليه، يعني مصر حتستضيف بطوله مصر الدوليه الاولى لريشه الطائره البارالمبيه في نهايه دي زي اللي اتعملت من فتره اللي شهر اكتوبر اللي كانت الاسوياء. بالظبط، هنعمل زي هنعمل واحده بارالمبيه دي هتبقى في شهر لاول مره في مصر، لاول مره في تاريخ، يعني ما اتعملتش في دوله ثانيه. لا ما اتعملت في مصر سابقا. اه بس هتتعمل في دول ثانيه. تتعمل في دول ثانيه. فده تطور مهم على ان مصر يعني تستضيف بطولات دوليه في ريشه الطائره البارالمبيه، ومصر حتستضيف بطولات اكثر دوليه. ممتاز. لان اللاعبين المصريين يحتاجون الى الاحتكاك بالمدارس صحيح. الدوليه. صحيح. وده راح يعني يعرف راح يعمل مصر مركز هب كده انه يبتدي. اه بالظبط، يعني فمهم جدا ان يعني من ضمن الخطط اللي راح نوضعها ان شاء الله مع الاتحاد المصري زياده عدد البطولات الدوليه. مهم مصر جدا. قادره مهم على استضافه جدا. طبعا بطولات صح. دوليه اكثر. يعني يا ريت انا بحلم اشوف مثلا 10 15 بطوله دوليه. كنا لسه بنتناقش في ده النهارده يعني مع الاتحاد يعني المصري. انا برافو عليك، انت فتحت نقطه منتهى الاهميه. مهما لو عملت ورك شوبس للعيبه او كامبات زي ما بيقولوا معسكرات لعيبه جايه تتمرن قصه، وان انت تعمل بطوله استفاده تانية خالص. فالنهارده كتر عدد البطولات الدوليه، اعمل مثلا سي نادي زي نادي. انا بفكر معاكم معلش انا يعني حاطه في الخطه. اه حط يا باشا في الخطه بقى يقول طبعا هيشوف بقى لنا. انا عايز اقول مثلا ممكن في انديه بتستضيف ريشه الطائره في مصر، كل نادي من دول يعمل بطوله دوليه ويعمل لها ريجستريشن وتعمل بطوله وتفتح لها موقع ويب سايت وتخش اللعيبه تعمل ريجستريشن، والنهارده يبقى معروف وتخش الدوله مثلا تقول دعم من الدوله المصريه. انا بفكر معاكم ان الاوتيلات تبقى بتخفيضات معينه بالزبط. الملاعب القصه، يعني قصدي اقول لك كتر من عدد البطولات. مصر موقعها استراتيجي بين اوروبا وبين افريقيا واسيا. افريقيا احنا لينا جزء في اسيا. اي يعني موقع جدا مناسب لاستضافه بطولات دوليه، ومصر بلد سياحي درجه اولى، الكل يحب اصلا يعني ممكن انت تعمل بطوله كلهم حيقول لك. يقول لك حلو. ف يعني الفكره ان احنا نستفيد من هذه يعني الموارد اللي موجوده في مصر وموقعها الجغرافي والتاريخ العريق لمصر، وكل حد حب يزور مصر ويشوف الاهرامات ويشوف يعني التاريخ اللي موجود. هيبقى فيه السياحه الرياضيه جذب. وكمان يعني هتبقى اعمار سنيه مفتوحه ولا يعني مثلا سينيور وجينيورز كمان يعني هتبقى للكبار لجميع الفئات. نتكلم عن بطوله الان اصحاب الهمم للريشة الطائرة البارالمبية، نتكلم عن بطولة دولية للفئات العمرية، ونتكلم عن بطولة دولية للكبار للسينيورز. الجمال ده. فده حتغطي كمان شهر 2 في مصر. افريقيا لسه وبطولات افريقيا يعني انت تتكلم كبار في شهر 2 فين هتبقى فين؟ في استاد القاهرة ان شاء الله. استاد القاهرة. يعني انت في 2024 الان تقريبا في 5 بطولات دولية. طب انتوا ليكوا يعني انا عايزك تكتشفوني في ريشة الطائرة لو سمحت، لو تقدروا تكتشفوني. ده لازم. ولا ما ينفعش؟ انا كده بالبرنامج اللي سامعه ده انا كده عايز العب ريشه طايره بعد اذنكم. بكره يعني نلعب. يلا بينا. بس هتستحملنا لسه بتعلم. لا احنا انا مع البرنامج انا مع التطوير. انا معاك. يعني بص اصبر عليا. لا لا ده شغلنا احنا اصلا يعني نحبب الناس في اللعبه. صحيح. بالطرق يعني حتى البرنامج وقت الريشه انه يعلم الناس بطريقه تدريجيه على اساس ان الناس تحب هذه اللعبه. حتى يبتدي بمهارات سهله جدا، ضرب البالون. صحيح. ان كل حد يقدر. بيحب يلعب. كثير من الاحيان ان احنا انا عندما نحاضر في دورات المدرسين كثير من الاحيان الناس تنفر من الالعاب بسبب طريقه التعليم. الله ينور عليك. صعب عليه اللعبه يقول لك لا يا عم انا ماشي ده انا فاشل. أنا مش فاشل. هلعب مره ثانيه. اروح العب حاجه انا كويس فيها. بالظبط. واسهل حاجه تبقى كره القدم، بيروح على كره القدم. صح. او اذا شاف نفسه يعني مش ناجح في كره القدم حيعود برا. ودائما شفنا احنا في النظام المدرسي عندما يكون الطالب اللعبه ما تناسبه حينزوي مش حيلعب رياضه. واحنا كنا دائما نروج لرياضه ريشه الطائره بان اذا انت مش حاب كره قدم، مش الكل حاب كره. صحيح. القدم. صحيح. في كثير من الاشخاص حابين كره سله، ريشه طائره، العاب تنس طاوله، العاب كثيره. وزي المنتجات في السوق يعني انا. صحيح. اللي حاب أزواج. بالظبط. انا بحب انت يعني البدل اهو لعبه ولا كانت في الحسبان ولعبه انتشرت والناس تذوقتها وحاسس انها حاجه كويسه جدا. انا برضو عايز اتكلم معاك بقى في محور تاني، اسمح لي مع الدكتور احمد، وهي الريشه الهوائيه. اوكي. النهارده طول عمري انا هيثم انا بشوف الريشه اندور. تمام. وشفت البارالمبي ومتابعه كويس، ولكن الريشه الهوائيه انا عايز اعرف تفاصيل اكتر وخبرتك في الموضوع ده ايه. يعني زي ما كان برضو الكابتن جعفر تفضل، دي مبادرة أطلقها الاتحاد الدولي سنة 2019.
ريش الطائره الهوائيه. هو يعني كانت الفكره ببساطه ان احنا عايزين نتشاف بشكل اكبر، مش عايزين ننحصر جوه الصالات، عايزين ان الريشه تخرج للناس بره عشان ان تبقى الناس تشوفها وتبقى سهله واكسسبل للناس كلها تلعبها. فالاتحاد الدولي اشتغل سنين على هذا المشروع ده، اعتقد 7 سنين اشتغلوا على المشروع ان هم كمان يعدلوا من الكوره نفسها او من الريشه نفسها. ايوه نعدل الريشه نفسها. هو بيودي الريشه كده وكده. الريشه الطبيعيه ما يعني ما صعبه ان احنا نلعب بيها خارج خارج الصاله بالظبط. فيعني في اكيد شركات كتيره وكان في يعني سنين اشتغلوا على الريشه وقياساتها وحجمها ووزنها وشكلها. حاجه طبيعيه وفي حاجه صناعيه، اللي في ريشه طبيعيه بالزبط. من منتجات طبيعيه وفي صناعيه، والصناعيه دي اتعملت عشان تبقى رخيصه في ايد المتناول. انا اعرف الطبيعيه معديه كام دولار؟ قول لي فكرني كده. والله يعني كام دولار تقريبا؟ العلبه يعني تقريبا 30 دولار. العلبه الطبيعي. الطبيعي يعني. العلبه فيها قد ايه؟ فيها 12 ريشه. 12 يعني بتتكلم النهارده في حوالي 2 دولار وشويه. بالزبط. رقم يعني لا وبعدين دايما يعني التيرن اوفر او الهلك كتير قوي في الريش الطبيعي كتير. عشان طبيعي بيبقى يعني الكوست بتاعها عالي شويه. فالبلاستيك يعني نوعا ما لبعض البلاد كانت مهمه بحيث ان يبقى في ممارسه باستمرار. طورتوا انتوا بقى ريشه للهواء. للهواء عشان ما تاثرش بالهواء جامد لا يعني بالظبط. يعني هي هنقدر نقول ان هي بتقاوم الهواء، بس طبعا اكيد مش هنقدر نلعب في اللي هي يعني، بس هي بتقاوم الهواء لدرجه معينه ل 12 كيلومتر في الساعه. حلو جدا جدا جدا. بالظبط. فيعني و اتعمل ليها بعض المبادرات من الاتحاد الدولي ان احنا ونهي حتى تبقى في اي اماكن. احنا كل الفكره ان مضربين والكوره ولعب وشبكه. بالظبط. ولعب ف يعني هي حتى اكسسبل ان الناس ممكن تلعبها في الاراضي الاسمنتيه او العشب او حتى الاراضي الرمليه. واعتقد الاتحاد الدولي دلوقتي شغال على ان هو يطور الموضوع من مجرد ممارسه لمجرد ان يبقى ليها كمان منافسات. السنه دي كان في بعض البطولات الدوليه، وكان في بطولات تاهيليه لبطوله العالم دوره الالعاب الشاطئيه اللي كانت المفروض تبقى في اندونيسيا بس يعني اتلغت، وكان في دوره الالعاب الشاطئيه اللي كانت في تونس كانت فيها لاول مره رسميا شاطئيه. شاطئيه صعب قوي، الهواء بيبقى جامد يعني. بس ان فيها يعني طبعا بس تطور كبير فيها. كويس. بس احنا يعني بيبقى فيه برضو الملعب بيبقى ليه بعض المعايير معينه بحيث ان احنا نقاوم الهواء بشكل بالظبط. لا ما احنا برضو نلعب يعني مش هتبقى مفتوحه خالص، لا بيبقى فيها ليميت. فالاتحاد الدولي دلوقتي يعني بدا الموضوع كنوع من الممارسه وتعريف بالرياضه الريش الطايره ان احنا نخرج للناس بشكل اكبر، ودلوقتي بيتحرك في ان هو يعملها منافسات وان هي تدخل ضمن الاجنده الاتحاد الدولي والاجنده اللي هي الانوكا ان هي تخش جوه الرياضات الشاطئيه وتبقى ليها تبقى ضمن دوره الالعاب العالميه الشاطئيه ان شاء الله. ويعني اعتقد الاتحاد الدولي نجح في ده ان هو ان شاء الله تبقى من ضمن الالعاب مع زي البيتش فولي بول او البيتش هاند بول او بعض الالعاب الشاطئيه، هيبقى معاهم ان شاء الله ريشه الطايره الشاطئيه باذن الله. كلام جميل جدا، انا بجد استمتعت جدا بالفقره دي، قد ايه شفت بوزيتيف انرجي. واكيد انا سعيد النهارده ان مصر يعني تحتضن يعني كفاءات كبيره زيكم، وبشكركم. بشكر طبعا جعفر ابراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشه اللي نورنا حقيقي النهارده في قناه النادي الاهلي. بشكرك، نورتينا وشرفتنا. شكر مشكور على استضافه واتاحت الفرصه بان احنا نسلط الضوء على هذا المشروع. الاعلام يلعب دور كبير في نشر الرياضه ودعم الرياضه ودعم جهود الاشخاص اللي يعني ممكن بشكل يومي يشتغلون لنشر هذه الرياضه وتطوير الرياضه. فشكر كبير لكم. ان شاء الله ده مش اخر لقاء نوعدك، وان شاء الله احنا في ظهركم ومعاكم، طالما حاجه في الصالح العام وصالح الرياضه عامه هتلاقينا احنا اول ناس معاك ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. الله يسلمك. دكتور احمد رضا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. وعايز اقول لك ان انا استمتعت جدا، وحاجه شاب مصري كادر محترم ان شاء الله. نتمنى لك تكون في اعلى واعلى المراتب باذن الله. بشكرك نورتني وشرفتني. ميرسي جدا، شكرا جزيلا باذن الله. اعزائي المشاهدين دي كانت فقرتنا الاولى، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا بطل استطاع انه يهزم منافس شرس جدا جدا جدا. والحقيقه احنا كنا اسعد الناس بده، وكان لازم يكون معانا. انتظروا بعد الفاصل عشان تعرفوا مين هو وكمان كان بينافس مين. ده هيكون بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفنا انور الكموني، لاعب التنس الارضي المصري، واللي طبعا يعني اتعلم ولعب التنس في مصر وبعد كده سافر اسبانيا. في 2007 تحديدا بدا رحلته ومكافحته لمرض السرطان بعد اكتشافه، وبايمانه بالله سبحانه وتعالى وعزيمته استطاع انه يهزم هذا المرض ويشفى منه تماما. وبعد كده تبنى مبادره عالميه لهزيمه هذا المرض، وانضم اليه مؤسسات كبيره عالميه على مستوى العالم، هو اللي اسسها هو اللي اطلقها، وانضم ليه مؤسسات كبيره سواء في مصر او خارج مصر لدعم هذه المبادره. راجل بيلف العالم كله عشان رساله وعشان امل يديه لكل من يحارب
هذا المرض اللعين. اهلا بيك يا انور، منورنا. اهلا بيك، شكرا جدا على المقدمه دي بجد. لا ده حقيقي، انا مبسوط اني معاك جدا النهارده. لا يا فندم ازاي، انت بطل، انت هزمت منافس، مش منافس غير شريف، منافس صعب، وطلعت منه اقوى، وطلعت بتدي تجربتك دي للي بعدك، وازاي تقويه. كلمني عن بدايتك الاول في التنس، ابتديت فين، لعبت فين، سافرت فين، هنتكلم عن بدايتك الرياضيه. اوكي، انا اصلا كنت بلعب كوره كويس جدا في المدرسه. فين بقى؟ كنت مدرستي مدرسه دايما من احسن الناس اللي كنت دايما بكسب فيها حاجات كثيره من الاول. وبعد كده قررت العب تنس. عارف يا ربنا سبحانه وتعالى لما بيكرر ساعات احنا ما بنعرفش الغيب. الله اكبر. احنا طبيعي احنا ما بنعرفش الغيب، فلما بيحصل مشكله كبيره او بيحصل ازمه كبيره بنقول ليه حصلت او ايه، لكن ساعات تكون ربنا مرتبها من زمان وبيرتب لك القدره على تحملها وبيرتب لك ازاي تبقى الشخصيه دي. يعني يمكن لو كانت الحمله اللي احنا سمعنا بيهاجم الاخر الاول لو كانت الحمله اتعملت وانا سليم كانت تفشل، مش حد يستجيب لي، لا كانت تفشل، انك انت الدنيا جواك ما تبقاش جواك بعد اللي شفته. لو كان المرض ده جالك وانت ما بداتش تنس في عمر متاخر ما كنتش هتبقى بالقوه النفسيه او الثبات النفسي ان انت. فكان كلمه المستحيل دي كلمه اللي بتطردني من الاول لما بدات العب تنس في 21 سنه. يعني انت سبت كره القدم ورحت تلعب تنس 21 سنه؟ ده مستحيل طبعا. كنت معلومه غلط من واحد صاحبي وبتاع، قال لي ينفع تلعب تنس، انت شخص انت شخص بيحارب ومش بيحارب، هو كان بيلعب تنس اصلا وانت شخص بتحارب وانت شخصيه قويه في الحرب وكده، فايتر وكده، دي شخصيتك. قلت له بس التنس زي جيمنيزيوم زي السكواش وزي غيرها لازم 4 سنين وكده. قال لي انت لو اتمرنت بدل 5 ساعات 8 ساعات تعوض. طبعا دي معلومه خاطئه تماما يعني. بس انا دخلت في الموضوع كنت في مصر ولا كنت فين؟ بقيت في مصر في الاول، والناس كلها قالت مستحيل مش مستحيل، وهم وعايز بقى يتعرف ولا مش عارف اي كلام كده. طبعا اللعبه الفرديه دي ما فيهاش نوع من الشهره، لا يا باشا، تكسب تخسر يعني. بالظبط. فانا من الناس اللي اتعلمت ده، فكان كلمه المستحيل اول جمله بسمعها، اول جمله بتسمعها مستحيل تعمل ده، تروح اسبانيا تتمرن مع ناس صغيرين في السن لغايه وقت تتمرن بال7 و8 ساعات فعلا لغايه ما ربنا اداني معجزه وقدرت اقابل المدرب العظيم فرناندو لونا اللي هو كان ترتيبه 20 على العالم، وكان مدرب رافينيا نادال من الايام، وكان وده كان قال لي انت فعلا نقدر نوصل، واداني والد كارد، ادوني وقتها في اسبانيا والد كارد، ودخلت تصنيف عالمي وعمري 23 سنه. يعني انت سافرت بعد 21 سنه رحت اسبانيا. ليه سافرت ليه؟ يعني هل كان اسرتك هناك؟ لا اخذت الريسك بقى. انت بعض الاوقات انت عندك حلين في الحياه. يعني انت خلصت دراستك ورحت؟ لا اجلت جامعتي وقتها. الريسك بدا من الريسك. ما شاء الله، ده انت ملك الريسك. بالظبط. رحت واخد بعضك اسبانيا هلعب تنس. اخذت الريسك بقى، قررت اني اسافر، وكانت تجربه كانت. رحت قابلت فرنانديز وقعدت معاه وشافك فين ولا ايه؟ لا رحت كذا نادي، وبعد كده قابلته بقى في اخر مرحله قابلته هو. تمام. فبدا يقول لي انت ازاي في الوقت وقال ده وصلت للمستوى ده؟ الوصول للمستوى صعب، التنس لازم تلعب وانت صغير. صعب جدا. فوصلت للمستوى ده ان انا اقدر العب بطولات دوليه. فطبعا الخبره كانت ممكن في سنتين. كانت مستحيل. كانت مستحيل طبعا. 23 سنه بقيت لعيب بتخش بطولات. والله يرحمه الاستاذ ابراهيم حجازي الكاتب الكبير، عمل حوار مع فرناندو قال له مين يقدر يوصل للمستوى ده في الوقت القليل دوت؟ الخبره هتيجي مع كتر الماتشات، الخبره بتيجي. اتكلم عنك قال كده. في الحوار ده مسجل. ده حوار مسجل. قال لك ازاي ده حوار متسجل اقدر يوصل للمستوى ده في سنتين؟ طبعا. وقال له مدرب كبير زي ده يقول كده يبقى انت عملت معجزه. اصلي انت في الاخر لعبه فرديه، تكسب تخسر مفيش فيها. فكان ربنا سبحانه وتعالى مهد لي كلمه المستحيل. انك انت بالاول انت عملت طول السنتين بتصارع ان انت بتصارع، طب انا فعلا صح ولا انا غلط؟ اللي الناس بيقولوا صح ولا انا غلط؟ حرب نفسيه ان انا بحارب. طبعا ان انت مش عارف صح ولا غلط بس بتحارب وخلاص، يعني انت عارف داخل حرب صعبة. بس صعبه جدا. بس ده كان مهم جدا لوقت المرض، ان ربنا كان عارف ان ده هيحصل بحكم ان هو ربنا، فبالتالي حطك في الاختبار ده عشان تبقى جاهز. تبقى جاهز كلمه مستحيل. تخش المعركه الكبيره. ان اول ما جالي فشل في النخاع العظمي اولا صعب. الاول انت يعني المرض جالك وانت عندك كام سنه؟ 23 سنه وجوه بطوله. خلي بالك انا من الناس اللي بتلعب دايما وهي تعبانه، متعود على كده، متصاب تعبان عمري نازل. سنتين بتموت نفسك. فمتعود على كده. حصل ايه؟ طول البطوله حاسس جسمي بيضعف، كنت في مقدونيا وقتها كانت تاني بطوله دوليه العبها بعد ما خدت الوايلد كارد، وطول البطوله حاسس ان جسمي بيضعف جدا. بيضعف ازاي؟ بيضعف مش قادر اتحرك. وجع في جسمك؟ لا بس بضعف يعني بضعف. بشوفك بشكل مش واضح، مش قادر على مجهود كبير. وبيحصل تدريجيا عارف. الوقت ما وقعت في الملعب يعني، انا وقعت جوه الملعب على فكره. انت بتلعب؟ طبعا. انك تشوف كل انت لما رجعت مصر بتروح حسام كامل الدكتور العظيم اللي عالجني، فطلبوا وقتها عينه نخاع، عينه دم. عندي برد ما بيخفش. افتكرت غير جو. افتكرت دي يمكن حاجه عارضه، يمكن يعالجوك كذا حاجه ما بتخفش. لا ما بيخفش. تشخيصات الاوليه فطلب طلع عينه الدم بقى، طلع فيها ان الهيموجلوبين 3000، 2000 يؤدي 2000 يؤدي للموت. انا الطبيعي من 9 ل 12. انت 3؟ يعني نفسي 1000 اموت، والمناعه ما فيش 500 تقريبا، والصفائح الدمويه 20000. يعني معنى اصح انت كل اشكال الموت يعني الجسم كله توقف على العمل تقريبا يعني. ده اخطر على فكره، فشل من النخاع العظمي اخطر من السرطان. طبعا بيحصل حجز
في المستشفى وفي اكتر من مستشفى رفضت استقبال الحاله لان حالتها كانت متاخره. ما هو شايفين مين هيخش نعمل ايه؟ يعني الموقف بالنسبه لهم يعني واحد داخل يعني هو هيموت كمان كام ساعه. انت كان كنت لوحدك معاك اسرتك؟ كان معايا اهلي طبعا. هم اخذوا الصدمه انا كنت متقبل الموضوع كله. هم ارجع العب اكمل البطولات امتى؟ اول سؤال سالته الدكتور اول سؤال اقعد فيها قد ايه انا عايز العب؟ ده اللي حصل. اول سؤال سالته يا عم احنا خايفين على 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 حياتك انت بتكلمنا لا كنت بفكر في كده. حصل ايه بقى؟ اللي بيتعب في حاجه ما بيسيبهاش واللي مصدق حاجه بيكملها مهما خسر. الايمان مهما خسر يفضل مكمل مكمل ودي كانت حكمه ربنا في اللي انا شفته يعني. فا اول ثلاث ايام بتروح حسابك انت هتلعب تنس ثاني. قال لك انت محتاج تعالج نفسيا ده ولا ايه الراجل ده؟ يا ابني مالك في ايه؟ طبعا الواحد بيفكر يعيش ولا يموت. طبعا وبعدين كمان كنت مدور ولا مستشفى عايزه تقبلك؟ غير القصر عيني في فرنساوي في الاخر والابل الحاله. مستشفى فين؟ القصر عيني في فرنساوي في الاخر والابل الحاله. في مصر؟ طبعا في مصر. ما هو في مصر رجعت كل... مصر بقى؟ ما كنت في مصر وقتها. كنت في مصر بقى. رجعت من مقدونيا رجعت هناك تعبان جدا. تعبان بقى خلاص. والبطوله كمان كنت ريتايرد منها ومعروف. القصر العيني الفرنساوي طبعا مستشفى مصريه اصيله قبلتها. والعيني والعيني دكتور عظيم دكتور حسام كامل. دكتور؟ حسام كامل. حسام؟ من اكبر الدكاتره في العالم وهو اللي دخل علاج سرطان مصر. كان وهو ما زال على قيد الحياه طبعا دكتور حسام كامل مدي صوته العمر ده لغايه النهارده من المكرمين ليا جدا ومن الناس اللي هو اللي دخل علاج سرطان مصر. كان رئيس جامعه القاهره واستاذ كبير جدا. كل التحيه لدكتور حسام. اتفضل. فطبعا كنت بدور على الانترنت اي في اي رياضي رجع تاني بعد فشل في النخاع العظمي ولا واحد. في ناس رجعت من السرطان في ناس رجعت بس مده علاجها اقل من سنه. لكن هل في حد رجع بعد فشل في النخاع العظمي؟ لا ولا واحد. ولا واحد. بس كانت ربنا سبحانه وتعالى مهد لي كلمه مستحيل قبل كده. وشافك وانت بتعملها. او سوري. خلاك تعملها اول. خلاك تشوفها انت تعملها. عشان تصدق ان ربنا صحيح. عشان تصدق ان تصدق انها تحصل يعني. فكنت بقول لناس ليه ما تحصلش المعجزه تاني؟ عايز العب. فكنت كل همي ان اخلي مده العلاج تقل عن سنه. يعني كنت بقراها على الانترنت اللي كنت بقراها على الانترنت دايما ان ان الرياضيين اللي رجعوا من السرطان كان اقل من سنه علاجهم. نعم. من سنه سنتين. فكنت بتمنى اكون واحد منهم. يا نهار ابيض. قعدت سبع سنين بقى. سبع سنين؟ سبع سنين. بتتعالج؟ طبعا. يعني على فكره الرياضي وحضرتك عارف طبعا تعلم ده جيدا اي رياضي في العالم لو توقف بشكل طبيعي عن الرياضه لمده خمس سنين بتكاد تكون رجوع للاحتراف مستحيل. يعني لو جبت رياضي عادي توقف خمس سنين كده خمس سنين فعليا ورا بعض. سبع سنين بتعالج وبعد كده جت اللي وحصل المشاكل سبع سنين دي ما كانوش عدوا على خير يعني. ده اول سنه لو حصل طرد عكسي مزمن الجسم حارب النخاع والنخاع حارب الجسم مشاكل في الجهاز الهضمي. انت قصه ثانيه خالص. خالص الجهاز الهضمي تتدمر بكامل مشاكل في الكبد مشاكل في الكلى غرغرينا في ايديا في السنه الثالثه في ايديا الاثنين ودي اللحظه اللي حسيت فيها خطر الحرب. على فكره انا كنت طول الوقت بحاول انزل اتمرن وكنت بفشل تعبان كده؟ كنت بحاول. طب انت في لحظه من الفتره السبع سنين انت شفت فيها المر والالام دي كلها؟ لا اكيد انت بشر. يأست او حسيت بالياس؟ طبعا انت بشر في الاول والاخر يعني. الناس بتفتكر ساعات ان انا سوبر مان وده مش حقيقي يعني. انا انسان عادي جدا يعني بتاثر واكيد كنت ساعات بفكر لا كفايه يعني بالذات لما حصل غرغرينا في الايد قلت خلاص انتهت. وكل دكاتره الاوعيه الدمويه قالوا لازم يحصل بتر يا اما اموت. غرغرينا ملهاش قرار عدم البتر. انا قلت مش هسيب لا خلاص بقى. اصل كده بالنسبه لي نهايه الحلم خلاص او نهايه رجوعي تاني خلاص يعني كنت عارف اللي بلعب بيها. بالظبط كده. وتغلبت على كل ده ورفضت دكتور حسام كمان بصراحه ربنا يا رب يكرمه انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي. اتعامل معايا بروح الاب ان دكتور اخذ قرار هو وافق معايا على قرار عدم البتر ودينا حقن سيوله على فكره ودي حقن سيوله كتير جدا والحقن دي عملت لي مشاكل ان هو اخذ قرار يحافظ عليا ان انا كنت خلاص ممكن استسلم على فكره لان انا كنت رافض قرار البتر. حقن السيوله طبعا انت عارف ان هي كان زودوا جرعات حقن السيوله توصل الدم ومع الطرد العكسي المزمن كان جسمي اصلا ضعيف من جوه ضعيف من هنا من الاماكن دي فكان حصل نزيف داخلي اكتر من مره نزيف كبير في جسمي دخلت العنايه المركزه اكتر من مره. نزيف داخليه؟ طبعا ان اي عواره او اي حاجه شفت الموت 1000 مره ده على طول بشوف. انت كنت لما كنت بالليل بتقعد لوحدك انت اولا كنت في البيت كنت عايش هنا مع مين والدك ولا اهلي والدي والدتي وانت ساكن فين؟ في اكتوبر. طيب كان بالليل لما تاخد جلسه كيماوي او تاخد جلسه علاج شديده وتقعد لوحدك بالليل ما انا عملت الحمله بقى حطيت العلاج اللي انا شفته لنفسي عملته لنفسي. لا انا عايز اقول لك انا بقول لك الاول انت بتقعد لوحدك بالليل في سبع سنين غرغرينا في ايدك ومشاكل يعني في الكلى والكبد كنت بالليل بتعمل ايه؟ يعني ساعات بتفكر يعني ساعات بتفكر زي انسان هي دي النهايه واكيد كمان كنت ساعات بتفكر زي انسان طبيعي يعني يعني عارف ساعات ربنا واحد بيحس ربنا كان مديله نعم كتير قوي يكفي ان يكون انسان عادي. دي كانت نعمه فعلا انسان عادي دي نعمه طبعا انك يعني كنت تاكل وتشرب وتنام وتصحى عادي دي اكبر نعمه في العالم ممكن تكون موجوده. انا كنت بتمنى انام ساعتين مثلا ما بنامش لان انت طول الوقت نقل دم حقن ما بتعرفش تنام موجوع. تخيل انت الواحد بيجي له كوفيد بيحس بايه؟ ما
فبالك كده بقى الكيماوي والفيلم ده 7 سنين وطرد عكسي مزمن ان انا عملت النخاع من المتبرع كان اخويا، فده شيء صعب. خدت منه من اخوك؟ طبعا، فالجسم حارب بعضه، فبالتالي بتبقى عمليه خطيره خطيره لاقصى درجه يعني. وكمان انا مراتي كمان اتجوزتها وانا عندي 27 سنه بعد 3 سنين مرض، فتخيل اتجوز واحد سليم برضه، وبعدين كانت تنزل بقى تحاول نتمرن تنس ونرجع تاني واستحملت. زوجتك مصريه؟ لا مش مصريه. فطبعا قعدت بقى تحاول تنزل تتمرن. اسبانيه ولا اتعرفت عليها اسبانيه؟ بس هي اصلا اوكرانيه. اوكرانيه بس اتعرفت عليها بره. بس قرار صعب ان هي تتجوزك. ده ليها قصه على فكره، انا سافرت لها تعبان برضه. انا سافرت لها وانا تعبان، وسافرت لها وانا مريض يعني، سافرت لها وانا مش سليم اصلا. انت بص انور، انا بجد انت كل لا استنى بقى تعالى، انت كل حاجه بتقولها انا النهارده ممكن اعملها فيلم. ده حقيقه يعني، قصه ارتباطك بزوجتك ان انت تبقى مريض. انت اول ما وصلت اصلا اوكرانيا وقعت، ان جهاز الجسم كان جسمي وقع فعليا. بس انت رايح لها؟ هي كانت اول يوم مامتها تشوف، قالت لك هو جاي يتجوزها ده ولا جاي يموت هنا ولا ايه، مش مفهوم يعني. متمسكت بيك. طبعا رجعت معايا. واتجوزتها هناك ورجعت معاك مصر؟ رجعت معايا على طول. قال لك شو وقت بقى يعني انت، وانا مش سابت شغلها وسابت كل حاجه وجت معاك. اصل انا مش سليم عشان اعيش هناك يعني، فلازم ارجع اكمل ايه. كمل علاجك هنا يا خبر ابيض. وعشنا كمان مرحله رجوعك للملعب مرحله قاسيه. لا 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 كابتن كابتن، دلوقتي الملعب دي قصه هنجلها دلوقتي. النهارده هتتكلم 7 سنين وفي عز مرضك وعلاجك بالكيماوي وعلاجك في ده، انت بترتبط بزوجتك وبتسيب كل العالم بتاعها. هو في حب اكتر من كده رومانسيه ممكن تلاقيها؟ يعني وانت تروح لها وانت مريض عشان الطبيعي ان الولد هو اللي يطلب ايد الست او الولد هو اللي يطلب ايد البنت، فانت بتروح لها وانت مريض وتركب طياره وتروح وتقع هناك عشان تاخدها معاك وترجع بيها، اللي هي مستقبلكم مضلم. هو بايظ من الاول. بايظ يعني ما فيش مستقبل، في لحظه ممكن كل ده ينهار. ده حقيقه. ده فيلم. ده دراما. طيب النهارده بدات تتعافى امتى؟ امتى بدات احنا بقى احنا يعني وقتها وزني وصل ل 140 كيلو من الكورتيزون. 140 كيلو. 40 كيلو؟ من الكورتيزون، اخذ كورتيزون طبعا كبير. وكمان الكورتيزون بوظ عضلات الجسم كلها وعمل هشاشه في العظم ومبقاش في عضلات، فبالتالي اصلا كنت كتير بتحرك على الكرسي، اني ما اقدرش اطلع سلم او انزل، كان كل حاجه باظت من الاربطه. فاول سؤال رحت للدكتور عبد الله، دكتور علاج طبيعي، وطبعا ما انتش دكتور زكي برده كان معانا في رحله العلاج الكبيره دي برده، دكتور محمد العمري. فالوقت دكتور عبد الله قلت له انا عايز العب تنس ثاني، قال لي ازاي يعني؟ وزوجته قال لي ازاي؟ احنا ممكن نحاول نتعاون من غير كرسي. انما تقول تلعب تنس؟ قال لي خلينا نتكلم، طلع الكورتيزون بوظ الجسم كامل يعني، مفيش عضلات خلاص، ده كان هشاشه. قال لي بياخد حقن كورتيزون كرياضي بيبطل بدري. بالظبط كده. طب انت امتى بدات تحس بتحسن تاني؟ مش هحس بقى، قعدت 2 سنين 5 دقايق في الملعب بنتكلم على الاسعاف. لا انت النهارده قعدنا سنتين. لا تحاليلك واشعاعاتك بدات تحسن؟ لا قعدنا فتره مفيش تحسن، كنت لخبطه طول الوقت، طرد عكسي مزمن. طيب وبدات تسيب الكرسي ازاي؟ انا كنت بحارب جسمي، بحارب نفسي، بحارب كل حاجه. على فكره كنت بزود على نفسي الالم، خلي بالك. كنت بزود على نفسي الالم، من الطبيعي كنت استجيب للمرض وخلاص، ليه؟ ان المرض مريح بالنسبه لي ان انا انزل احاول اتمرن واعمل مجهود، ده اصابات وكسر ومشاكل في الاربطه ولا ده كانت بهدله يعني. كنت باخد جرس الكهرباء. طب سؤال، هل تتوقع ان الرياضه واصرارك ان انت تتمسك بالرياضه ده اللي قوى جسمك؟ بقول لك ربنا كان ممهد لي كلمه انا بص انا بيت متاكد في الاخر يقينا يقين كامل ان ربنا عايز ده يحصل، عشان كده ما بخافش. ان هو ربنا كان ممهد لي كده من الاول. ونعم بالله. ان انا ما اعتقدش ان انا املك القوه الخارقه للكلام ده، ما اعتقدش خالص. اعتقد ان ربنا رايد ده ورايد ده لبشر تانيين ولاد ان يحصل الحمله دي، هي هو تحكم الهي بحت. ليه؟ ان انا بشر زيك زي اي حد. لو سالتني قبل ده ما يحصل، لو حصل لك ده هتعمل ايه؟ هقول لك لا انا هروح اموت واروح. ان فعلا صعب، ان فعلا ربنا يديك القوه لكل ده. دي معجزات. غير غيرنا ما بتخفش. لما رحت سويسرا لما رحت سويسرا في 2019 واختاروني الرياضي الوحيد في العالم في اليو اي سي سي، وكتبوا على صفحتهم الوحيد في سويسرا. مين اللي اليو اي سي سي؟ اكبر منظمه خاصه بالطب في العالم، وده اللي خلى الحمله النهارده قويه عالميا. ليه؟ ان كل جوستيف روسي كل العالم دخل في الحمله، كل العالم في التاريخ. هنروح للحمله. انا عايز فالناس كلها بدات تخش ان دي معجزه. طب المعجزه حصلت ازاي؟ الناس عايز تعرف ازاي اصلا ترجع بعد 7 سنين تبقى انسان عادي، مش تبقى رياضي حتى، وازاي تمسك مضرب تاني، ده مستحيل اصلا، وازاي غرغرينا تخف محدش فاهم، وازاي كورتيزون 7 سنين والاثنين بيقف على جنبي 140 كيلو وزنك. خليك دلوقتي 140 كيلو ده لما يكون طبيعي الجسم بيبقى مستحمله بالقوه، ما بالك بقى اصلا جسمه وهنان ضعيف. ضعيف من الكورتيزون ان هو كيماوي. كيماوي كيماوي، وكمان وظائف كلك وظائف الكبد كل ده بره بره الليميت. ده غير غنيه في الايد، في جزء صبعتي مش موجود اصلا، الصغير ده الوحيد اللي وقع. بس انت خدت بالك بس؟ لا كويس الحمد لله يعني. احنا كنا هنا وهنا كان كل كف ايدك كله الاثنين. ودي معجزه، مفيش غير غنيه بتخف. انت عارف
انت بتحكي لي كده انا بفتكر ايه؟ بفتكر سيدنا ايوب. سيدنا ايوب قد ايه عانى وتعب وربنا شفاه بمعجزه. انت عارف انا دايما بحس بايه دايما اكتر؟ يمكن ربنا لما بقول انت زي سيدنا يوسف مثلا اللي ربنا كان عارف ان هو يبقى ملك مصر، بس ما كانش يبقى ملك مصر غير لما يمر بال 40 سنه اللي فاتت يترمي في البير. ما كانش يتسحب. انا ساعات بحس ان ربنا رايد الحمله دي او رايد غيرها وغيرها، كانت لازم يمر بكل الكلام بالاول، لان ده اللي اداك القوه، ده اللي اداك السترينث، ده اللي عرفك ان انا ربنا بيقول لك انا موجود. عرفك ان الانسان الصادق والحقيقي هو اللي هيكسب. ان على فكره الحاجه الوهميه بتنتهي بسرعه قوي، الحاجه الحقيقيه مكمله لغايه ما في الاخر تظهر. اما الزبده فيجهب بجفاء، واما ما ينفع الناس يمكث في الارض. فانا لما جيت بقى في تقييم سويسرا يقول لازم يبقى عندك طبعا اتعمل كتاب عني واتعمل فيلم وثائقي عني، ولما جيت في سويسرا يقول لازم يبقى عندك دور مجتمعي. انا بصراحه ماليش في السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت انا اتعودت ان اكون انسان صادق. عارف حتى لما بلعب ماتشات، قعدت تقريبا العب من 2015 بلعب بطولات محليه في اسبانيا، 16 بلعب دوليا، 19 دخلت تصنيف عالمي تاني. لو حسبت لك انا خسرت كام ماتش تصدق؟ ممكن عدوا 90 ماتش 100 ماتش خساره. طيب فتخيل واحد متعاد عدينا المرض وقفنا على رجلينا بدأنا ننزل الملعب، عملت ايه تاني؟ جبت تصنيف عالمي تاني بقى. دخلت التصنيف العالمي تاني؟ جبت تاني بعد المرض 2019 بعد خساره 100 ماتش تقريبا. وصلت كام في التصنيف؟ 3000 على العالم. بس دي حاجه بقى تخيل صعبه جدا يا باشا. انت بتكلمني يعني مصر كلها بتنزل 20 لعيب مصنف عشان تبقى سعد واحد. وصلت 3000 على العالم. مصر كلها ممكن تقريبا اللي فيهم 20 هم 20 مصنفين. انت طالع من مرض يعني كويس ان انت اصلا تبقى بني ادم طبيعي فيه. مفيش حد ترجع منه طبيعي. 7 سنين طرد عكسي ده لو عدى منه اصلا. يعني اكتب كده على النت بعد 7 سنين طرد عكسي بيحصل ايه؟ هتلاقي كل الناس تقريبا مفيش. مش هيعيش. مفيش بالظبط كده. اقرا على النت يعني بيقول لك معلومات حقيقيه يعني. احنا كنا في وسط في الايفنت بتاع فرنسا، وبشكر السفير المصري علاء يوسف فعلا ان هو من اكثر السفير المصري في فرنسا. طبعا من اكثر الاشخاص اللي قابلتهم بيحبوا البلد جدا، ودايما بيحضروا كل فعاليات الحمله، ودايما يقابلني في السفاره، ودايما بيهتم بكل حاجات الحمله. انت 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 مقيم بصفه مستمره فين دلوقتي؟ والله انا حاليا مش عارف مقيم فين، عايش في الطياره. انت عايش في القاهره؟ يعني بس انت مش عايش في القاهره. بلف العالم كله يعني صراحه. برضو النائب الرسمي لحال مصر للطيران بصراحه بحس ان هم مصر للطيران بيعملوا معانا مجهود يعني مش عارف اشكرهم ازاي يعني. فعلا هم ربنا يكرمهم نشروا خير معانا. طيب طبعا الشركه الوطنيه. طب خلينا نرجع للمبادره، فكرتها كده ازاي؟ فكرتها بقى دي بقى اهم. انا عايز دي على فكره المبادره دي والله العظيم بجد انا بقعد في الطياره ساعات فاضي كده، عارف في الطياره ساعات ولا عارف انترنت 11 ساعه 12 ساعه. انا لسه جاي من المكسيك كانت حوالي حاجه 30 ساعه. في الوقت ده قاعد فاضي. وساعات لما تكون طيارات مثلا يعني ما فيهاش افلام عربي او حاجات تتفرج عليها بتبقى قاعد ما فيش حاجه خالص خالص، بقعد ببص في سقف الطياره بتقعد تفكر. فالحمله دي والله العظيم والله العظيم فعلا لا تقل معجزه عن مرضي. انا نفسي مش عارف اعمل زي كده. بدات المبادره ازاي؟ بدات انا في انا شايف المبادره دي للناس اللي خلاني كده. عشان كده الحمله مش خاصه بالسرطان بس، خاصه بالسرطان، بالقلب، بالايتام، بالديس ايبل، الامراض الصعبه، كل الناس الناس على فكره المرض القاتل مش السرطان ولا غيره، لا الاكتئاب، انك تفقد الامل. الاكتئاب فعلا طبعا. فقد الامل الانسان لو فقد الامل فقد المستقبل هي خلصت. الاكتئاب حط الشاب مفيش مستقبل هينزل يولع في نص الصبح، حط له امل ان في خير حتى لو الدنيا مضلمه، حتى لو الحياه صعبه. اديله ضوء شمعه. بالظبط كده. هيعيش. زي لو انت ماشي في نفق بالليل ضلمه. هتخش في الحيطه. بالظبط، لو انت شايف نور في اخر النفق هتفضل ماشي على فكره، حتى لو هو ضلمه. حتى ضلمه. حتى لو انت حتى لو مشوار طويل. حتى لو بتضحك على نفسك وتقول ان هو ضلمه. بس تقول في بالاخر نور، هتفضل ماشي، هتوصل في الاخر. بدايه المبادره ازاي؟ انا قست على نفسي اللي انا مريت بيه عشان اديه للناس، وده اللي الناس محتاجاه. اول حاجه انا كنت بنجح من اخرج من المستشفى ساعه كل يوم، وده كان غلط. كنت بتعمل ايه؟ بخرج، كان مهم جدا ان اشوف الشارع ساعه في اليوم، اروح السينما، اروح اي مكان حلو. عشان عايز اخرج من جو الكيماوي. على فكره ده سبب لي مشاكل صحيه، ان كان مناعتي كانت بتقع والكلام ده كله. خرجت ساعه. كنت بالنسبه لي مهم جدا ان اخرج بره جو الكيماوي، جو الموت، جو الاكتئاب، جو الاوضه، جو نقل الدم. لما اخرج اشوف مكان حلو كنت بنبسط. فالحمله اول جزء اتعمل ليها الفعاليات، ان الناس اللي عندها مرض وحاجات يخشوا اماكن ما كانوش يحلموا يدخلوها، ينسوا بيها المرض، ينسوا بيها الالم. اماكن كتيره في مصر وبره مصر فتحت ليهم، اماكن كتيره غاليه جدا فتحت ليهم المرضى دول، بيجوا من كل حته من العالم. في كل حته بيحصل، وفي مصر حصل. عملت المبادره ازاي؟ انشاتها ازاي؟ هل على صفحات التواصل؟ لا لا حقيقة. ولا بالتليفونات؟ لا لا بص التليفونات. انت بتقرا السوشيال ميديا؟ انا عايز اقول لك حاجه، الكلام ما بيجيبش نتيجه. والسوشيال ميديا اقرا شخص ما بيجيبش نتيجه. حلو. الاكشن بدأت. انت النهارده اتعاملت مع مين في الاول؟ اتعاملت طبعا اول ناس شالوا الحمله معايا مستشفى بهي. اول دخل يعني ايه؟ ايادي مصريه. طبعا
اول ناس دخلت في الحمله بهي وبنوها معايا فعليا مصلح وراها على طول دخل مستشفى الناس وراها على طول دخل بقى جنات الخلود اللي عاملها معاهم بودره كبيره ودخلها بحاجه كبيره وراها على طول مؤسسه غبور كله بدا يخش بقى مؤسسه الحسن دخلوا بعد كده كل ده اتجمع في حته واحده وبدات تبني امل في المرضى ان احنا نعمل فعاليات اماكن كبيره تفتح لهم عشان تنسيهم المرض وتنسيهم ده وكده عملنا الجزء الثاني في الحمله المؤتمرات الخاصه بالرياضه والصحه واتعملت في فرنسا في الاول دخل معانا ودخل معانا الحكومه الفرنسيه وحضر فيها جوستيف روسي فكره جوستيف روسي على فكره بيحضر في مصر هنا على فكره جوستيف روسي ده اكبر مستشفى سرطان في العالم بتيجي هنا مصر طبعا مع الوزير طبعا وحضروا معانا مرتين في الحمله تقريبا وهو ده يا جماعه ده الكلام ده ازاي الميديا المصريه ما تعرفش عن الكلام ده وتعامل مؤتمر الصحه ثلاث نسخ هناك والسفاره المصريه بكام بتحضر يعني انت بقى عندك شركاء مش مصريين بس اللي عندك تاني. اكبر معهد سرطان في العالم في سويسرا ودخل معانا مهرجان فينيسيا في ايطاليا ومهرجان كان في فرنسا وجاي مصر حفل الختام هنا يغني فيه اللي هو يوم 8/12 احدى مصر لمصر هي اللي تستضيف حفل الختام مين؟ مصر هي دايما اللي يكون فيها حفل ختام الحمله اللي بنوري العالم نتائجه كلها يعني انت لازم الحمله دي لازم تعمل ختام في مصر طبعا توري العالم احنا عملنا ايه؟ احنا في ال 23 دوله النهارده اللي في الحمله اتعمل فيهم ايه؟ من اول فنلندا لفينيسيا لكان لايطاليا لسويسرا لاسبانيا لالمانيا لتونس جاي مصر هنا برضه حفيده كيرا شابلن حفيده شارلي شابلن كيرا شابلن موجوده الفنانه الجميله اللي انا بحبها على المستوى الشخصي جدا 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 صفاء السعود هي مش سفيره اكبر من سفيره الحمد لله كتير يعني هنعلن فجاه قريب طبعا نجمه كبيره جدا ودي يعني كلمه هيبقى الفعاليات دي فين؟ احنا يعني يوم 8/12 المفروض بقول لك المكان هنقول هحدده اليومين دول قول لي بس فين امتى بقى قول لي لك حاضر وهيغني في مصر مع مدام صفاء ابو سعود فريدريكو مارتييلو اشهر واحد في العالم غنى على كرسي واخد اعلى وسام كل دول جايين مصر؟ يوم 8/12؟ بص مصر هي بص احنا بلد الامل وبلد السلام بص على الاهرامات عملت ازاي يعني مصر عظيمه طبعا احنا بنقول عظيمه مصر دي مش كلمه ما بص انا بقول لك عايز اقول لك انا والله العظيم جسمي بيقشر انا عايز اقول لك انا بحب الاكشن انت لو بتحب حاجه هتعمل فيها حاجتك انت مش ممكن تبدا تدعو الناس دي كلها في مكان انت مش مقتنع بيه صح طبعا مصر بلد عظيمه وكمان احنا بلد امنه جدا وده شيء حقيقي فلازم هم الناس كل العالم يشوف ده ويعرف ويشوف المؤسسات دي وشوف مصر وشوف بلد بحجم يعني بلد احنا مش بلد غنيه قوي يعني بس شوف الخير اللي فيها قد ايه شوف المستشفيات اللي بتعالج الناس بالمجان قد ايه مفيش بلد في العالم تقدر تعمل ده انت طلعت من التجربه دي بتحب مصر اكتر واكتر تخيل بلد بتعالج كل الناس دي تخيل الخير فينا لغايه اخر لحظه البلد دي مفيش صعب تلاقي زيها تاني في الحقيقه على فكره مهما كان فيها لازم تلاقي الخير فيها والامل فيها واحنا اكتر بلد امنه خلي بالك برضو تخش الاوبرا وتخش الاماكن وتخش كل الاماكن لا ده في حاجات عشان كده الواحد بيبقى فخور انت لفيت العالم كله في الاخر تفخور ان انت مصري يعني السفير المصري كان موجود هدا وكان قلت له في الاخر في فرنسا قلت له ام براود تو بي ايجيبشن يعني قدام الناس كلها ده حقيقي يعني الكلام ده متقال متصور يعني فدي حقيقه فاحنا عندنا حاجات كتيره جدا وكمان انت بتوصل رساله للعالم كله ان انا ما يهمنيش لونك ولا شكلك ولا انت اني بقى من حته احنا كلنا في الاخر بشر يهمني تكون انسان ده الحمله اللي بتخاطب بيه الناس تكون انسان الحمله ليها اسم هوب جيفر منيح الامل منيح الامل مش باسمي على فكره عارف ليه؟ منيح الامل ده انت وانا وكل الناس اي واحد بيعمل خير حقيقي هو هيوصل فيه. حاجه ثانيه مهمه جدا للناس اللي بقولها دايما لو انت صادق من جواك وحقيقي وتعمل ده من جواك فعلا ثق انها تنجح ان ربنا مع الصح. دي قاعده تخاف في حاله واحده لو انت مش حقيقي عارف ليه؟ بتفكرني بالايه القرانيه لما سيدنا ابراهيم وقف في الصحراء ونادى على الناس للحج واذن في الناس ياتوك وهو كان لوحده بس اذن بيقين وايمان ربنا وصل صوته للعالم كله انا عايز اقول لك حاجه انا شفت ربنا حقيقي اقول لك ليه لما عدي من كل ده اتوقع ايه عايزين ما تصدقوش يعني اللي مديني حمله بالقوه دي تخيل انت بتروح المكسيك كل جراد المكسيكيه بتاع الحمله تلاقي كل حاجه تروح فرنسا تلاقي كل الدوله عامله لك حاجات في مؤتمر كبير تروح مهرجان فينيسيا وجاي على فكره مانويل كولاس دي لاروش الرئيس بتر وولد فاند في فينيسيا ومهرجان كان جاي مصر برضه ان شاء الله. 8/12؟ فين؟ هقول لك بعد الحلقه. مش هسيبك. انت عزوم طبعا. بس ممتاز. وكل ده الناس جايه مصر، كل ده مصر وتروح سويسرا معاك نو ديفرنس اكبر فاونديشن خاصه بالهانديكابنج في اوروبا تقريبا وتروح ايسلندا وتقابل رئيس ايسلندا. وتلف وتونس البس فلوس مدام راضي المتروك في تونس اللي بيحصل في وتروح الامارات تقابل الشيخه جميله القاسمي في الشارقه انت بتخيل بتكبر بشكل كبير وفنلندا عندنا فعاليات فيها كمان خمس ايام في فنلندا باكبر جامعه في فنلندا
كمان 27 28 في اكبر جامعه في فنلندا مستضيفه الحمله. فتخيل انت والبرازيل وفلبين، انا مش عايز انسى حاجه على فكره، بس تخيل كل ده ربنا سخره للحمله. وان يجي يغني في بلدك فريدريكو مارتيلو غنى مع كاتي بيري اشهر واخد اعلى وسام في ايطاليا. ان انا الغرض عندي برضه في الحمله اللي بيوري الناس نماذج ناس كسرت المستحيل عشان يفهموا حتى على كرسي يقدر يكون حاجه مهمه جدا في العالم، يقدر يكون نجم كبير زي فريدريكو مارتيلو. هيغني معاه في الاغنيه اللي الجمعيه اللي هيغنيها مدام صفاء ابو سعود طبعا، معاها بنت اماراتيه من الشارقه من الخدمات الانسانيه في الشارقه ما بتشوفش، معاه واحد تاني برضو من غير دراع. ففي معمول حاجات كتيره غير ان الحمله حاجات كتير عملها مع جلاله الخلود، مشروع مهم جدا في الدويقه لما ده الستات اللي بتصحى من النوم لغايه ما تنام مسخر وقتك كله للحمله. انا بحس ربنا حطك، اصل اقول لك حاجه بسيطه، الحمله دي صعبه قوي وكبيره قوي، ممكن تكون حاجه معجزه، ده العالم كله اللي يسخر العالم ده مين هو ربنا بس سبحان الله. انت عايز اقول لك يعني ما احب حد يقول لي انت عبقري ولا ذكي اقول له لا. ليه؟ ان بص لو انا عبقري وذكي كنت خليت مده المرض بدل ما تبقى 7 سنين تبقى سنتين. طيب احنا في قناه النادي الاهلي انت بطل من عيار مختلف ومن عيار تقيل يعني بصراحه حق يقال، فاحنا عايزين حبينا استنى بس، فاحنا حبينا نقدم لك هديه صغيره. ربنا يخليك. والهديه دي مفيش احلى ولا اجمل ان احنا ندي لك، اتفضل ربنا يخليك، وان احنا ندي لك ونقدم لك هديه تيشيرت النادي الاهلي لبطل كبير استطاع ان هو يثبت للعالم كله وقدر يتغلب على مرض، ومش بس طلع من المرض اقوى وطلع عايز يتمنى الخير للناس كلها. ربنا يخليك. انا اللي بشكرك جدا على الهديه الجميله دي، ده احتفظ بيه جدا يعني قلت لك اصبر، انت لابس احمر انت لابس احمر طيب خلاص. ويعني انا بحييك بجد يا انور، ربنا يخليك والله، وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا جدا ليك، وبطل من طراز يعني نادر. اسمح لي احضنك على الهواء بجد يعني. يا رب يعني. وانا اللي بشكرك جدا والله، من الحلقات اللي بحبها جدا وفعلا كلمت من قلبي خالص يعني. طبعا وان شاء الله تتكرر تاني وهعرف منك بعد الحلقه. ان شاء الله. معزوم على فكره باذن الله. انت لازم تحضر ان شاء الله، عشان بص انا بؤمن ان العين بتشوف ان شاء الله. يعني العين بتشوف اللي حصل ايه. شرف ليا احسن ما بؤمنش، عارف الكلام طبعا. شرف ليا واتمنى اكون موجود ان شاء الله في حلقه. ربنا يخليك يا رب. بشكرك اعزائي المشاهدين، دي طبعا كانت حلقتنا النهارده مع انور احد الابطال الكبار اللي استطاع انه يهزم مرض عنيد. اولا هو كان لعيب تنس تاني وبعد كده هزم المرض ورجع لعب تنس تاني من المرض ووصل لترتيب عالمي كبير وبقى نموذج وموديل للعالم كله. النهارده بنورنا في قناه النادي الاهلي، وبين قوسين صغير كده اهلاوي عشان بس يعني الحقيقه يعني ما ننساش ده. بشكرك انور، شكرا جزيلا، وبشكر طبعا كل الساده المشاهدين، وانتظرونا باذن الله في حلقه جديده وبطل جديد.